امضتي مفروض ان ده تبقى اللوحة الاخيرة ليا، هرسمها في مصر لو قررت ان انا ارسم تاني. يعني ليه في مصر؟ اول لوحة رسمتها في حياتي كانت في مصر، قلت لو هرسم تاني تبقى اللوحة الاخيرة ايضا في مصر. مصر وحشتني قوي. ابيانتو اوكي ميرسي بوكو. خد معاك في طريقك بس. ايوه ما انا واخدك معايا. ما انا واخدك فين؟ رايح فين؟ انا قدام شويه بس كده. قدام شويه؟ اه من سكتك. سكتك؟ اه. شارب ولا حاجه؟ اه حاجه. اتفضلي اتفضلي. تعالي تعالي. خد يا ابني. تعالي يا حاج. خد هاجي ليه؟ انت بتجري في التاكسي ولا ايه؟ تعبان عليك يا ابني. التاكسي بيموت يا حبيبي. التاكسي بيموت. وانت منين اصلا بقى؟ من المنصورة. لا والنبي. طبعا. عشان كده وشك بسمسك مش بعكس. حبيبي ربنا. ما شاء الله يعني. تاكسي. يا باشا يا ابني. 100 مرة أقول لك ما تجريش على السلم. عدوي ما تنسيش تاكلي كل السندوتشات بتاعتك. وبطلي رغي مع اللي جنبك. مش عايزة كل يوم شكوى. يا بنتي قلت لك مليون مرة ما تجريش حقع. سارة فين البوصة بتاعت نور؟ صباح الخير. سلام. باي. أيوة يا مستر شوقي. ربع ساعة بالظبط وهكون عند حضرتك إن شاء الله. مسافة الطريق والله. الله حافظ. بس حلو الأبيض على فكرة. الجديد جديد حمالة. آه. هو اللي شغال محمد حسين. خلينا إحنا عم في الأبيض والأسود زمن التاكسي الجميل. ربنا يكرمك. يلا. صباحك ورد. نهار قشطة. قشطة. محمد حسين عمل معاه ورد. حنا. صباح الفل حمادة. نهار أبيض. مقبول ابو نور. بعد قشطه. حركه قشطه يا ريس. يلا صباح ورد يا ريس. افتحك ورد ان شاء الله. زلبايه. نعم. هموت في زلبايه. هتموت في زلبايه؟ ايه الزلبايه دي؟ زلبايه. عايز استروكس. عايز استروكس؟ اه. فتح علي مرزاه يا كريم. عايز استروكس. يا عم ده شويه على الصبح. طيب والسلاح ده بقى؟ مش عايز يفتح ليه؟ اهو هات. ايه ايه اتفضل. انت صايع بقى. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الخير يا استاذ حسن. عايزك تطلع دلوقتي حالا على العين السخنه. هتجيب مستر توفيق وكلم مص علي خليه يجيب الفوج الجديد بسرعه. لص علي راح الغردقه على حسب معرفتي يا استاذ ايمان، ولص ابراهيم لسه عيان. الله. امال مين فاضي؟ مفيش ولا سواق فاضي، كله ركب خط سير. طب روحوا دلوقتي وانا هتصرف. يلا بسرعه. اوكي. ولا بتركنه في الدولاب ولا ايه في ليلتك السودا دي؟ لا ده انا ممل شويه. مململ؟ عايز استروكس. ها وصلنا. وصلنا. مدان استروكس نفسه. رخصك. رخصك يا ابني. خلص يا عم. عايزين هات الرخص يا ابني. بكلمك انت. لا مؤاخذه يا باشا، طول دماغي من الصبح وخد في حوارات يمين وشمال. رايح فين ده؟ ده هوديه ميدان استروكس. نعم يا اخويا. ميدان ايه؟ والله هو اللي بيقول. اساله سعادتك. رايح فين يالا؟ استروكس يا باشا. استروكس يا باشا؟ نعم. قطعتك يالا. اتفضل يا باشا. يخرب بيتك. انزل يالا. هاتوه. قول لحنان كل اللي انا بجيب اسبلفايه ليا واسبلفايه ليك. حنان كل اسبلفايه؟ اه. بقى هاتوا لكم انتوا الاثنين اسبلفايه مع بعض. هجيب لك اسبلفايه معايا؟ لا انا لابس اسبلف.
اطلع يا ابني خد شاكين يا باشا. يلا. طب البنديره سعادتك. يلا بصلح المرايه دي. حاضر يا باشا. يلا ده انا لسه معلش العربيه خافت بس. طب يلا صل على النبي. بص على يا ابني. يلا شاكين يا باشا. ما تنساش. حاضر يا باشا هصلحها والله. لسه حد خبطها لي معلش. انا عارف انها صيانه وامن ومتانه يعني. محتاجين كراسي زياده. العدد زاد. والبروجيكتور فيه مشكلة، عايزك تحلها لي وبسرعة. هبقى أكلمك بعدين أطمن. باي. لا يا فندم أنت عارف أنا مش بتاع عزيز، أنا حاصلهم كله. لا أطمن جدا. أيوة يعني إيه الأخبار؟ كله تمام يا فندم، ما فاضلش غير حاجة واحدة بس مش عارفة أتصرف فيها. خير؟ كل السواقين مشغولين مفيش أي حد يجي معايا المطار. اتصرفي يا أمان، أي حد من عندنا ما جرش يطلع. أتصرف إزاي يا فندم؟ كل السواقين مشغولين في المؤتمر، حتى اللي في إجازة بعت جبتهم، حتى عم إبراهيم العيان لو كنت أقدر أجيبه كنت جبته. ما تشغليش دماغي يا أمان، أي كريم أو أوبر يطلع يجيبه من المطار. معقولة يا فندم هنروح المطار نجيب فنان عالمي زي ده بكريم؟ يا إيمان بصي خلي سواق الأوبر يسيب العربية عندنا في الجراج وياخد عربية من بتاعة الأوتيل ويطلع يجيبه ويجي. يلا حاضر. قبل ما أنسى قبل ما يطلع المطار تجيبيه وتجيلي المكتب مفهوم؟ حاضر. أيوة فندم. لا يا فندم أنت عارف أنا مش بتاع عزية، أنا حاصلهم كله. اتفضلوا حالا هتقولي سواق من تحت الأرض. الله منورها يا قطة. ميرسي يا حياتي. اسمع بقى من النقطة دي. قول. قال بيقول لك مرة واحد موظف قال للمدير بتاعه ممكن ما يجيش الشغل بكرة؟ قال لمديره عشان إيه؟ قال له عشان خاطري. عسل والله يا عسل. أنت ما قلتليش هو اسم الوحش إيه؟ أنا محمد حسين. بدلوني بيقولي حمادة. حمادة؟ أيوه. كان قلبي انفتحني. سلامة قلبك. لو تسمعه بيقول ايه؟ بيقول ضم ضم ضم. طب ضم انت ايدك بقى على الفلوس بتاعت المندير او الدالي. طيب تعالى لي الساعة واحدة بالليل وانا هبصيت. واحدة في خدها يا مرة. ها ما اتأخرش. واحدة بالليل فين؟ حاجة 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 ايه يا اخويا؟ هو انت شايفني ستك؟ ولا ستك ولا نينا. اديني البندرة بتاعتي. ما انا قلت لك بالليل. مفيش بالليل اقف هنا. هتديني البنديره بتاعتي دلوقتي هجيلك بالليل. مش هتديني البنديره لا هتطلع الشفت ولا هجيلك بالليل. واصله ولا عايزه مواصله؟ خد وصل يا مواصله. ده انت بوس فقر. بوس فقر بوس جزمه. المهم ان خدت البنديره. سلامه شاكيره. شاكيره جدك القرف. ما عندكش نظر وبوظت لي شغلي. اهو سواق اهو. صباح الخير يا باشمهندس. عفوا يا باشوات لا مؤاخذه انا عارف ان الركنه هنا بتاعت الابيض واسود ممنوعه. اوبر ولا كريم؟ اوبر ولا كريم؟ لا محمد حسين. فاضي؟ هو انا ورايا حاجه غير ان انا فاضي يا باشا؟ اومر. مدير الفندق عايزك في مشوار. مدير الفندق نفسه؟ اه 350 جنيه. طب اجي اتفاهم معاه لوحدك كده. يلا يلا. قلت لك اسكت خلاص ما تتكلمش خالص. نتفاهم معاه. يلا يلا. طب يلا بينا. طب اطلع على باب الفندق ولا اروح فين؟ استنى فين؟ لا لا انت انزل في الجراج تحت عبال ما نبلغه ونجي لك. اوعى بقول لك ما تتكلمش خالص. ها؟ انا اللي هتكلم. حاضر حاضر. تمام يا فندم. السواق اللي سيادتك طلبتيه يا فندم تحت يا فندم منتظر في الجراج اسمه محمد حسين. ايوه كده. وما طلعتوش على هنا ليه؟ الو فين السواق يا ايمان؟ اي يا فندم اتفضلوا على بوابه الامن. منكوبه والله منكوبه. ولا ليكي في السياح. ايه المنجايه اللي جايه دي؟ انت انا. ايوه انت. اموريني. انت محمد حسين؟ انا محمد حسين. دلعوني بحماده. انت بقى هتدلعيني بايه افندم؟ هتدلعيني بايه؟ انا ما قلتش هتدلعيني بايه. امال قلت ايه؟ قلت هتندهيني بايه. ممكن لو سمحت تبطل اسلوبك البذيء ده. بذيء ايه وفيونكه ايه؟ انت مين اصلا؟ انا الاستاذ ايمان اللي بعت خليهم يجيبوك عشان تشتغل هنا. اهدي. طيب انا ما اعرفش كل اللي حصل وانا مش موجود. اتفضل يلا تعالى ورايا. يا ريت. ايه ايه يا ريت دي؟ انا ما قلتش يا ريت. امال قلت ايه؟ انا قلت انا جيت. اتفضل يلا تعالى ورايا. صلاة النبي. قط جبل شارد. وبعدين بقى ايه قط جبل شارد دي؟ انا ما قلتش قط جبل شارد. امال قلت ايه؟ انا قلت هقط شنب جامد عشان الوظيفه يعني. مش دي وظيفه؟ لازم اقط. اتفضل يلا تعالى ورايا. مين ده يا مان؟ محمد حسين السواق الجديد يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ فضل شاكر. نعم. قالت لك محمد حسين يا باشا. ما
تفسوق؟ لا مش من دسوق. بتعرف تسوق؟ لا لا طبعا بعرف اسوق. رخصة؟ معاك رخصة سواقة؟ انا اول مرة اسمع الوقت. طبعا معروف سواقة، ما بسوق كده سعادتك. من عليك غلباوي. والله لا غلباوي ولا زملكاوي، بشجعش الكورة. يبقى نخد الراجل ده من قدامي يلبس بدلة عم ابراهيم ويستنى برا الاوتيل جنب العربية. مستر شوقي، لسه مبلغيني دلوقتي ان الشيف كمال مش عايز يطلع من الصاله الفي اي بي. عايز ينزل وسط الناس. لا يا فندم، مفيش حد بيضحك. انا مش عارف هي دي بدله عم ابراهيم ولا ده الصوان بتاعه. هي بصراحه كبيره عليك حبتين، بس معلش اهو يوم وهيعدي. قولي لي بقى امان باشا، احنا رايحين نجيب مين؟ احنا رايحين نجيب اهم رسام عالمي في اوروبا. هو مولود في مصر بس جاي هو وبنته بعد رحله نجاح وكفاح 37 سنه لحد ما بقى الدكتور شريف كمان، وقرر يرجع مصر النهارده. وراجع ليه بقى؟ ممكن تقول حاله حنين. وحنين عامله ايه دلوقتي؟ لو سمحت ممكن تسوق وانت ساكت؟ حاضر. الله، حلو قوي ريحه البرفيون ده. اسمه ايه؟ حلو، اسم جديد برضو. في منه رجالي؟ لا 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 لا، مش ممكن مش ممكن. لا والله بجد مفيش منه خالص كده. هو انت ايه؟ ما بتسكتش؟ اسكت افصل سوق وانت ساكت. حاضر. شريف كمال، شريف كمال، شريف كمال، يلا يا جدعان شريف كمال. ايوه 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 شريف كمال. ايوه 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 انا. ايوه يا حاج شريف كمال. شريف، انا شريف زفت. انا مش عايز شريف زفت، انا عايز شريف كمال. انا شريف كمال اللي من فرنسا. الله، باشا شريف كمال اللي من فرنسا. استاذ ايمان، ايمان باشا شريف كمال من فرنسا. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك نورت مصر والله. الله يخليك. انا ايمان منصور، مندوبه من الاوتيل اللي حضرتك هتشرف فيه. اهلا وسهلا. بنتي لوجين. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك نورت. ايه يا شريف، هنقعد كتير واقفين ولا ايه؟ لا 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 ابدا، مش تعرفين على المسيو؟ المسيو محمد حسين يا فندم. دلوني بحماده. شكرا. انا عايز الشنطه بتاعتي الصغيره. حاضر، الشنطه الصغيره. اتفضل يا باشا. وحقن الانسولين اللي باخده. اتفضل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده تمثال رمسيس اللي كان عند محطة مصر؟ لا ده تقليد يا باشا، فيتي كوبي يعني، لزوم السياحة. لزوم السياحة؟ يوم يهدي ظهره للي جاي من المطار ولا المفروض يستقبل السواح بوشه؟ والله هو مدي ظهره للداخلين البلد، يعني تقدر تقول واخد حذره. تمويه يعني. انما بقى اللي يجي خارج منها يلاقي رمسيس واقف له. يعني قد تكون سياسة بلد مثلا لندغ الإرهاب. لا حبيبي، مصر طول عمرها محروسة، يا ما جه عليها ناس وراحوا، وهي على طول مصر دي أم الدنيا، بلد المعز. بلد المعز وأم المصريين وأم الخلول. أم الخلول؟ مصر أم الخلول؟ طبعا أم الخلول، من قديم الأزل. إحنا أقدم أمة في الكون، من أيام الملك فاروق. لو سمحت ممكن تبطل كلامي وتركز في السواقة؟ ها؟ عشان انت كده قربت تفضحني. سيبيه براحته، انا مبسوط قوي ان انا بسمع حد بيتكلم باللهجة المصرية اللي انا بحبها. بص يا حبيبي. ايوه. الشنطة دي اللي بتجيب الفلوس. ازاي بقى؟ دي فيها عدة ادوات الوشم بتاعتي. فهمت انا كده بقى. فهمت انا امان باشا كده بقى. فهمت. يعني حضرتك بقى كده غيرت من مهنة التنتو والرسم لتجارة المواشي. مواشي؟ مش هو بيقول بتاجر في بيعمل المواشي دلوقتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور يقصد يعني ان هو طور من الرسم بتاعه، خلاه وشم على الجسم. خلاه وشم على الجسم. يلا بقى، هي نوايا. اتفضل يا باشا. الحمد لله على السلامة. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. بس عايز اسأل سؤال يعني، معلش يعني لا مؤاخذة يعني. يعني هل الرسم ده يعني لا مؤاخذة يعني شغلها بتكسب ولا في الفلنكاشي؟ ايه فلنكاشي دي؟ ايه فلنكاشي دي؟ فلنكاشي يعني هل هي بتجيب في الناس في اوروبا بيقدروا الفن التشكيلي خالص. عارف انا اخر لوحه انا رسمتها اتعمل عليها مزاد عالمي، اتباعت بكام؟ اكيد انت رسام عالمي، مش اقل من 3-4000 جنيه.
اتباعت ب 35 مليون دولار. لا والله الحقيقه يا امان. امان؟ الحقيقه يا استاذ امان بيقول لك 35 مليون دولار. اتفضل يا باشا. ايه اللي انا شايفه ده؟ ده الراجل مش مركز مع اي حاجه غير مع الواد اللي انت جبتيه ده. اسمه ايه ده؟ ده ايه ساحر ولا ايه؟ عنده قبول. اتراكتف. اتراكتف؟ طب ايه رايك بقى شغله معايا خلص لغايه هنا؟ من بكره هشوف صوابه ده. اتفضلي. اتفضل يا استاذ. اهو. الله الله على النيل وحلاوته. يا سلام وحشاني يا مصر وحشاني. لوجين تعالي تعالي شوفي اجمل منظر موجود في العالم مش موجود الا في مصر. تعالي تعالي بصي شريف ما تبقاش تتكلم المره الجايه مع حد غريب ما نعرفوش. ده في الاخر حته سواق دمه خفيف وظريف وعجبني. طب ايه دخل ظروفه في انه يعرف تفاصيل عن دخلك وفلوسك؟ دي فلوسك 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 مفيش فايده. ما بتفكريش الا في الفلوس وبس. طول عمرك ما بتفكريش في حاجه الا في الفلوس والماده. يا بنت هنا مصر حاجه تانيه. هنا الناس الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنبك بجنبك. بقول لك حاسب البيت هيقع. الله يكرمك. حاسب بقى خرجني ضايع بالجنب اهو. يلا سكي. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني. مؤاخذه يا باشا ده لبنان يا اسطى ولا العراق يا ريس؟ معلش في عطل في العربيه بس. ابو زهره حبابها مقبولة مواليد سميحه وصباح وخالد واحمد واكرامي وهند وفاطمه. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? Alhamdulillah. Shérif. Non. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكيش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي اتفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاها. مش عاجبك مصر سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح. مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ اه يا فندم هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي يبقوا هما اللي معايا على طول. حاضر يا فندم. انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذنك. محمد حسين اجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي؟ الحقني يا مستر شوقي. في ايه يا ايمن؟ انت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام. امبارح كان مانجيزه والنهارده مصر عليه؟ بقوا اصحاب امتى دول؟ اتصرف يا ايمن اتصرف انا مش فاضي. يا جرح. فاضي يا اسطى؟ يا جرح اتفضلي يا حاجه. اتفضلي. اتفضلي. الو الو صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا.
خلص يا ننوف. انزلي يا حاجة، يلا انزلي انزلي، البطارية نايمة، يلا انزلي. نايمة يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، انت وليه قلت لي انت حاجة؟ ايه حاجة؟ بقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينة طقس. يلا يا حاجة انزلي. انزلي يلا. يومك يا عدي وديني مدينة طقس. هتعمل ايه في مدينة طقس؟ رح تمسحي هناك؟ بقول لك ايه، ما تكترش وديني عباس الحقاد. يا ولية عباس الحقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش الحقاد. ايه يعني مش هتركب لي ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكس. انزلي توك توك. انا هوريك التوك توك ده عين امك. وريني عين خالتك. هتعملي ايه بقى؟ ايه بقى؟ انا مش عايز توريني ليه؟ بص، انت قد ابويا ومش عايز امد ايدي عليك. ابوك يا اخوان. انا هوريك انا مين. الله، يلا. ايه يا بنتي؟ لا، ينايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخه. لا لا، مش انت يا مان باشا. انت فين يا بن ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح، وده المفتاح بتاعها كده. يا دي عربيه الاستاذ ايمن مش كده؟ اه، دي عربيه الاستاذ ايمن. روح انت بقى ساعتك. اتفضل. أنا كمان حبيتك من ساعة ما شفتك في الجراج. وأنا كمان حبيتك من أول يوم شفتك في الجراج. وأنا حبيت سياسة الجراج. بتخني يا حمادة؟ مين دي؟ ده الجراج. جراج؟ تعال أركن. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتعمله في عربيتي ده من آدم؟ هي دي عربية حضرتك ولا ايه؟ اه، عربية حضرتي. انا والله بفكرها العربية بتاعت الشركة، ما خدتش بالي خالص والله، بتاعت الاوتيل قصدي. حاجة عليا. لا، ما هو كده ما يصحش خالص على فكرة. ايوه حاضر، خلاص انا قلت لحضرتك حاضر. اعمل ايه؟ اكتب كتابي عليها يعني عشان خاطر اصلح غلطتي؟ حضر نفسك يلا. طب عم ابراهيم فين؟ مش المفروض ان كان اجازته بتنتهي امبارح ويجي هو النهاردة؟ عم ابراهيم توفى. لا والله، توفى كده؟ ده انا ما شفتوش. لا اله الا الله. طب انت هتدوني البدله بتاعته بقى ولا كفن ولا هتعملوا ايه معايا؟ مش فاهم انا. هنشوف لك بدله على مقاسك. اتفضل يا استاذ ايمن. ميرسي يا حماده. عجبتني ايه؟ دي ريحة مهببة دي. هو انت غسلت العربية بايه؟ الظاهر انها غسلتها بعربية، غسلتها بحاجة مش الصابون مش حلو. ايه؟ ايه ده، انت بتعيط ليه؟ لا ابدا، انا بس فرحان بالوظيفة. هي 10 ثواني بس وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه يا حمادة ده؟ ايه الريحة الفظيعة دي؟ لا ابدا، اصل الظاهر غسلت العربية بصابون ريحته مش كويسة. Thank you.
اتفضل يا باشا. الله 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 على مصر وهوا مصر وجو مصر. يا سلام، انا عايز اعبي صدري كده بهوا مصر. عبي يا باشا، الحاجه الوحيده اللي ببلاش. هو انت لازم تتفلسف، بطل في الحسن. الحسن عامر الباشا، هات لنا ثلاثه شاي. لا انا عايز حاجه ساقعه. وحضرتك شاي؟ اتنين شاي واحد حاجه ساقعه. عندك اتنين يا مسهرني وواحد دارت الايام بسرعه. الفكره ده متيلة يا الواد ده. مش هنتغدى ولا ايه يا باشا؟ وانت ايه ما بتشبعش؟ ده كان سندوتش على المشط. القهوه دي فيها حاجه غريبه قوي. يعني ايه احنا في عز النهار شباب قاعد مفروض يبقى في دراسه في جامعه، ورجاله قاعدين مفروض يبقوا في شغل مثلا، لا شغلانه ولا مشغله، وفي عز النهار في ايه؟ حبوا بعض يا باشا، حبوا بعض بقى في عشره. عشره؟ ولو حضرتك جيت كمان سنتين هتلاقيهم قاعدين نفس القعده. لا 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 والله البلد اتغيرت قوي، كل الحاجات اتغيرت بقى، في المحور والدائري وفي حاجات ما. ممكن يا محمد يا حسين توفر ثقافتك دي لنفسك وتسيب الاستاذ يستمتع بقعدته؟ انا مش برسي على حال الناس، 37 سنه غايب عن البلد يا عم. بقول لك الماتش متباع، امال انت فاكر ايه؟ كانت قادره تشيل نفسها يا عم. تبطل الصنه المشروخه دي، وانت كل شويه تعمل الحدوته وتشارع على صفحتك الوسخه. صدق ما فيش اوسخ منك انت. ايه ده، هم بيتخانقوا ليه؟ لا لا ما بيتخانقوش، ده حوار عادي، مصر كلها بتتكلم كده دلوقتي. صدق انت مش متراضي بالصوت العالي ده؟ طبعا مش سامعين بعض. على ابو صحاب حساب يا ابو الصحاب. شيريو شيرين. شيرين ايش يا ابو دكتور؟ وب وب ده انت هتتبسط قوي، انت لسه شفت حاجه؟ عارف يا حماده، انا لما سبت مصر كان التعداد 20 مليون. 20 مليون ايه، في الشهر ولا في ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه زياده السكان اللي بتحصل دي؟ الكهرباء بتقطع كتير. ايه علاقة الكهرباء بالاستعداد؟ بص يا باشا، الكهرباء لما بتقطع هم بروحهم ايه؟ واخدين بعضهم ويخشوا يناموا. بيتقابلوا مع بعض في لحظة حلوة. اللحظة دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة في قلب بيتهم من غير فلوس. فبيعيشوا لحظة حلوة على حسابهم من غير ما يدفعوا مليم. لا لا لا، حمادة حمادة، البلد دي عشان تقف على رجليها عارف عايزه ايه؟ رجل صناعي. لا امال ايه؟ عايزه ناس بيحبوها زيك وزي العيال الصيع اللي في الشارع دي، عارف دي في اوروبا كانوا ضربوهم بالنار. بالراحه بس يا باشا، بالراحه شويه، ضربوهم بالنار، هاند بريك شويه. ضربوهم بالنار ليه؟ الناس دي يا باشا اهاليهم واكلها متغمزه جوا مغطيه بالهواء. الواحد منهم بيخلف عيل واثنين وثلاثة واربعة ليه؟ تفتكر يعني عشان خاطر يبقى في عزوة وانا ياما هنا وياما هناك واوعى؟ لا، تعليم نظارات وادب واخلاق برضه ما ياكلش، انما بيخلف عيل واثنين وثلاثة عشان خاطر ينزلوا يصرفوا عليه وياكلوه. انت بس مش شايفهم عشان مش عايش عيشتهم ولا شايف دنيتهم. أنا مش شايف دنيتهم، أنا ما عشتش عيشتهم. إيه ده بس بالراحة، مرفوض أنا كده ولا إيه؟ 12 الظهر تكون عندي هنا، فاهم؟ حاضر يا باشا. شيرين؟ شيرين مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. الله، ده قصيني الباشا. الباشا قصيني. ولاد أمي لسه جاي دلوقتي من اسكندرية. أوعى. أنت ما تروحش قضية. اسكندريه دلوقتي. اسكندريه؟ طب كنت خرجني وخلي المصيف عليا. انا قلت لك انا عايز اصيف، انا ما اعرفش اعوم. انا هخليك تغرق في دمك بقى. عموده ارمي سلاحك يا عموده. حماده العادي، حماده العادي ابن خالتي. احنا جيران. ايه 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 ايه، انت بترفع السلاح على ابن خالتي؟ عيب، مفيش جيران يرفعوا سلاح على بعضيهم. عيب، السلاح ما يترفعش على الجيران حتى لو كانوا من اليابان. ولو كانوا من ارض النعام ياخد البيض وينام. ايه في ايه اللي حصل؟ ها ليك حق هتاخده، احنا لينا حق طبعا مش هناخده. عشان خاطرك يا حماده يرضيك يبقى واخد 1000 بلبل عشان يحضر وفي الاخر ما يجيش. 1000 بلبل؟ اه. فين البلابل بتاعته يا
بلابل يا حماده؟ في البلابل ياض خلينا نخلص، انت مش بتاكلوا في العصافير انتوا الاثنين؟ عصافير يا حماده، مش المشكله دي بينكم وبين بعض عشان بلابل وعصافير؟ بلابل يا حماده جنيهات، الباشا واخد 1000 بلبل عشان يحضر الجلسه وفي الاخر ما جاش. اه 1000 بلبل يعني 1000 جنيه. اه طب وطلباتك؟ الألف بلبل. انت عايز الألف حته واحده؟ عايز الألف حته واحده ويعوض ربنا عليا في الحبسه. ماشي تشكر ومردود لك. اتفضل يا عم. ايه يا حماده في ايه؟ وانا احلى منك ولا من اختك ولا من عمتي ولا من عيشه ولا من القرف ولا من ايه؟ مش فاهم انا. في ايه؟ انت فين؟ انا اللي مجر على باب كل حاجه انا. الله. في ايه طيب؟ هات الألف بلبل اللي انت خدتهم منه، 1000 جنيه. معلش ال 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه. يا انت مش لسه راجع من قبل القضيه. وقضيه متريشه وزي الفل، ايه اللي حصل؟ فين الفلوس؟ متريش يا حماده؟ ده الراجل خد اعدام. مين؟ المحامي؟ لا، الراجل اللي كنت بترافع عنه في القضيه. الله يخرب بيتك على سنينك السوداء بوشك اللي انت قاعد عليه ده. هات هات ال 800. حموده. يا حماده. خمسه يا زميل. 800 بلبل. 800 بلبل؟ وال 200 بلبل؟ اسألني فيهم بكره. باختصار الموضوع هيبقى معاك. معايا انا؟ اه، الحوار كله. طب روح الله يسهلك. روح تبرر له كده ليه؟ لا بوري له بس العين الحمراء. الحمراء؟ ليه بوري له العين السخنه؟ وبطلطش عليه ميه يا حموده ابو ساعده. جنش انا متهيأله ليه يا عم؟ ما تقلقش ان شاء الله محلول. كل هو ده وليه ايه؟ ممكن تسكت شويه؟ ماشي. كل هو ده وليه ايه؟ عايزك تفوق بس شويه كده. هي فين صاحبتك ساكنه فين؟ يا لهوي، هو بعيد قوي كده للدرجه دي ولا ايه؟ ازيك يا امل؟ اهلا يا طنط. ازيك؟ معلش يا بنتي احنا اسفين على الازعاج. لا طبعا مفيش ازعاج، اتفضلي. يلا ساره اطلعي العبي مع ليلى. ايه اللي حصل تاني يا امان؟ فهميني. هقول لك كل حاجه بعدين، استني بس. حماد اجدع سواق في مصر كلها. اتفضل يا استاذ حماد. تعيشي، ميرسي جدا خالص والله. حماده. ايوه حبيبي. تعالى يا حبيبي عايزاك. اموري. انا متشكره قوي يا حبيبي على وقفتك جنب بنتي. ما تقوليش كده، ربنا يخليك. الله يخليك، انا زي ابنك حاجه والله. امسك دول. ايه ده؟ امام باشا. ايوه يا حماده. تعالى شوفي ماما بتعمل ايه. قولي لها حاجه والنبي. خدهم يا حماده، ما تتكسفش، خدهم. Ça va? Ça va. Tu penses à quoi? كنت جاي في خيالي حلاقي الناس الحلوة بتاع الزمان في مصر. لقيت ناس تانية خالص يا لوشين، خالص. كان عندك حق، كان عندك حق. أنا ما كانش لازم أجي مصر وأخد الشوك اللي أنا خدته ده. عايز أرجع باريس فورا. يعني أنت موافق تسافر؟ Immédiatement. Mais c'est génial. Alors je vais appeler pour réserver sur le premier vol à Paris. S'il vous plaît. وحط العجاز شنط فورا. يلا. أستاذة نبيل.
نيفين مين؟ شيرين. استاذ نيفين، والد حضرتك الاستاذ سعيد كمال الرسام، طالب الادويه دي. سعيد كمال مين؟ نجيب كمال. اتفضلي سعادتك، الادويه بتاعت والد حضرتك. للانسولين، ميرسي جدا. اوكي، تحت امرك. شكرا. هي مين دي؟ دي صاحبه الصيدليه اللي جبنا منها الادويه. حماده انت فين؟ يعني سعادتك بسافر؟ مش طايق يا حماده، مش طايق السلبيات والتغييرات اللي حصلت في اخلاق الناس، مش طايقها. خساره، كنت طبعا انك تجيب لي تاشيره كده اسافر بلا بره، اشتغل اي شغلانه، يعني اعمل لي قرشين يبقى ليا قيمه وسط الناس. اعمل قرشين عشان القطه اللي انت بترمش لها طول الوقت في العربيه؟ انا ببقى قاعد ورا واخد بالي برضو. ايمان، ها، انسى ان ده يحصل. انا حياتي حماده ملوش قيمه. لا يا حماده، لا احلامك ممكن تحققها بالعمل ويبقى لك قيمه كبيره قوي بين الناس. انا ناس وانه قيمه. الناس اللي ساعدتك سايب البلد بسببهم وماشي، الناس دي قيمتهم راحت لما راحت احلامهم. زي تمام ماليش قيمه، ماشيه بيا، ماشيه من غيري. حته حماده زي كل الحماده اللي في مصر، اللي ماشي في الشارع وكتفك بيحك فيهم، اللي بقى من كترهم بقوا مرطرطين لدرجه انك مش شايفهم، بقوا صفر على الشمال. تعال معايا، تعال معايا، تعال تعال يا حماده، تعال. انت قلت لي تحت انك عايزني اعمل لك قيمه، مش كده؟ ايوه قلت لك كده. واللي هتدهوني ده انا هعتبره دين في رقبتي، اي حاجه هتديها لي. انا هدي لك حاجه اكتر من كده بكتير. ده عشمي برضه. اقلع. ايه يا حاج؟ اقلع. الا ده الجمله صح بقى، اقلع ايه؟ اقلع عشان اعمل لك قيمه. الا امال لو قلت قيمه هتعمل فيها ايه؟ يوه يا لوجين، اديني شنطه الوشم اللي عندك. لوجين ايه؟ انت هتجيبها تتفرج عليا كمان؟ يا عمي افهمني. عمي ايه وجدي ايه يا باشا؟ يا لوجين فين الشنطه؟ هاتيها هنا، حطيها هنا. ادي الشنطه، ممكن تقولي هتعمل بيها ايه؟ هعمل حاجه تاريخيه. أول لوحة يرسمها شريف كمال بعد سنين قضاها في باريس، أول لوحة في مصر على ظهر محمد حسين. هو أنت اتجننت يا شريف؟ جن لما يجننك. إيه؟ في إيه؟ هعمل كده، يعني هعمل كده. اتفضلي حضرتك سافري، ولما توصلي باريس حضرتك تروحي تسألي المحامي بتاعي جون لوي اللي أنت عارفاه كويس، هكون قايل له على شوية حاجات هيبلغها لك. أنا هحجر عليك. اللي عايزة تعمليه أعمليه، يلا. أنت لعبت له بدماغه، ها؟ أنت اللي عملت كده. حاضر، انتوا الاثنين هتشوفوا والله. يلا اقلع. حاضر يا باشا. فوق. معلش انا عايز اراضيك. لا خلاص. فوق. حاضر. فوق بس. حاضر. حاتم انت فين؟ تعالى، في مصيبه. ساعة ايه؟ سيب اللي في ايدك وتيجي فورا. شغلك يا شريف يا كمال، يا فنان يا عالمي. خلصت ولا ايه؟ انت بتصورني هتاخدها زلة ولا ايه يا باشا؟ بصورك علشان خاطر تتفرج وتشوف الجمال اللي اتعمل لك. طب ما انا هنا المرايه على الباب، هنا بص عليها. بص كده شوف راسم ايه. ياه، 5 ساعات فحطتني. لا 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 لا، ده شغل هايل. ايه ده بقى؟ ده النيل ده؟ رسم لي النيل. انت مش كنت بتقول انك عايز يبقى لك قيمه؟ اي تاشيره، اي فيزا، اجيب قرشين. لا تاشيره ايه يا حبيبي،
انت مش حاسس بالقيمه الكبيره اللي انت فيها دلوقتي. انت دلوقتي دخلت التاريخ. ليه بقى ان شاء الله؟ انت على ظهرك كنز. مليون واحد هيجي لك من جميع انحاء العالم عشان يتفرج على الرسم ده، وانت بقى تبقى قاعد وتطلب فلوس للي عايز يتفرج، للي عايز يشوف الرسم بالعمله الصعبه يا حبيبي. وانت سعادتك قلت لي اخر لوحه جتها بكام؟ 35 مليون. 35 مليون دولار؟ لا والله، يعني انا الوقت ماشي على ظهري ده 35 مليون دولار؟ ده كان من 5 سنين، دلوقتي انت ماشي وعلى ظهرك 75 مليون دولار. ده كده اوعى اوعى العوا حضر. علينا بقول لك ايه؟ جثة شريف كمالة ديت لازم تختفي من هنا من الاوتيل. طب ازاي؟ ما اعرفش، انا هتصرف. طب اتصرف بسرعة. انا عايزك تهتم بصحتك يا استاذ سعيد، انت فنان عالمي. عالمي مين؟ ده محلي. يا ما انت كريم يا رب، انا هوصلك لغاية العربية. كده كده امشي. هلو هلو، ممكن نتفاهم؟ ماشي. بص بقى، أنا بفكرك إحنا بينا اتفاق، وعد الحر دم ودين، هتقعد معاه وهتتفاهموا. اتفقتوا؟ كان بيها. ما اتفقتوش ورفضتك وفكرت تعمل اي بونت، انا اللي هقفلك. اتفقنا؟ وعد يا حماده. استاذ ايمان، انا جنبك على الترابيزه هنا، اي حاجه رنيلي. نعم. من فضلك سامحيني. يعني لو سمحتك هتفرق معاك؟ يا ايمان، دي تفرق كتير. ما فرقتش ليه وانت نايم في حضن واحده تانية، وانت بتبعت لي رسائل عن الحب والغرام والعشره والمستقبل، وان انت هتكوني اعظم ام في الدنيا وانت اعظم اب في الدنيا،
وسنتين ثلاثة ألاقيك مع واحدة تانية. عشان إيه؟ عشان الفلوس. أنا لما شفتك ما صدقتش، حسيت إن عيلتي كلها ماتت، وفي لحظتها حسيت بليوتو. لو أنت في مكاني هتعمل إيه؟ هي حد ايه الاخبار؟ كله زي الفل. الجراح والمساعدين بتوعه موجودين في السويت وحاجز على حسابه زي ما احنا متفقين بالظبط، والمشرط في ايديه بس مستنيين حماده يخش السويت. طب هو فين دلوقتي؟ مع حبيبه القلب. هو ده وقت الكلام ده؟ انا رايحه له بنفسي، خليك انت هنا. يلا معلش انا اسفه على الازعاج. يلا فاضل لك 40 دقيقه هتطلع على المنصه قدام الناس. يلا جهز. اتفضل. اهي استاذ منال. اهي مساء الخير يا فندم. استاذ محمد حسين ساب لك الظرف ده. طيب ميرسي. ايمان، دي ورقه من رفيق بالتنازل عن حضانه البنت مقابل 1,000,000 جنيه، وعندك الايصال بتاعه. مبروك عليكي. مدامز ميسيو بونجور. بما اني في مصر اسمحوا لي ارحب بالمدعوين اللي من مصر واللي من فرنسا الوطن الام. بيشرفني طبعا النهارده اني اقدم لكم اخر لوحات العالمي شريف كمال. الموديل اللي انتوا هتشوفوه هو عباره عن لوحه حيه ماشيه على رجليها. أنا مش هتكلم كلام مؤتمرات، مش هحكي في المحكي. أنا بس في مثل صغير كده عايز أقوله. مثل كان بيقول لي ليه ظهر ما بيضربش على بطنه، وأنا زمان ما كانش ليه ظهر، كنت بضرب كتير على بطني لحد ما قابلت الحاج شريف كمال. اللي تعالى هعمل لك قيمة وراح رسم لي اللوحة دي. الأنسة ليجين بتقول إن هي الوريثة الوحيدة للوحة اللي موجودة على ظهري، والسفارة الفرنساوي بتقول لك إنه ده تراث فرنساوي. تراث فرنساوي يعني إيه؟ مش فاهم أنا. أنا طب يعني أنا عايز أفهم يعني. معلش يعني هي هو يعني تراث فرنساوي زي النيل وهرب إزاي؟ ارمي السلاح. انزل انزل بقولك انزل.
بس انا طول عمري خدامك. اطلب مني اي حاجه بس مش هطلعها، حتى لو هي مش عايزاني برضو مش هطلعها. اقتلني بس مش هطلعها برضو. بيقولك طلعوه من صندوق الزبالة متخرم لمؤاخذة، ويا ريت على كده وبس، ده بعد ما ضربوه وقتلوه طلعوا علبة السجاير من جيبه وقعدوا يعزموا على بعض. طب لك قطبة معانا كده يا باشا، ده انا بفكها معاك كده وبلغيك عشان نعدي من الزحمة والغلب والحر اللي احنا فيه ده، بعمل معاك زي نجوم اف ام وبزبطها وعليها. وايه الحتة اللي انت جايبنا فيها دي؟ انت شكلك هتتوه يا عم. انا مش ناقص عطلة يا باشا. مش هتوه ولا هتتعطل، هي تخريمة رفيعة كده ان شاء الله وهتوصل يا عم. خرم بس نوصل. انت مالك قافل ليه؟ مراتك مزعلاك ولا ايه؟ هتخلص بقى يا اسطى بقى، واسكت بقى يا عم وسوق انت ساكت. ايه ده في ايه؟ ثانية واحدة بس، حظك كده يا باشا. ادي الليل انا مش ناقص عطلة. شكلها هتعملها معانا. نبي ايدك بس معايا. يعني المخرومة دي هتدور ولا مش هتدور؟ ان شاء الله يا باشا. تعالى بس امسك، بس اسند الكبوت ده والنبي على ما اجيب المية. سخني سخني. الكلام اللي حفظته والله العظيم حفظت. لا هتلعشني. لا انا كل الحوادث اللي عملتها بكده ما كانش انا السبب فيها. لا لا انت اللي كنت مديني عربيه معفنه ومتلصمه، اعمل ايه انا بقى؟ لا انت اتفرج على الاداء الجديد ده، بص هبهرك والله هبهرك. يلا باي باي. الحق العربية يا جدعان، العربية يا جدعان، العربية باظت يا جدعان. حرام عليكوا على الزهر. طبعا ابوك جايب لك العربية ومش هتخبطي بخلي الله. والمصعب ما هسيبك، شوف المصعب ما هسيبك. اوعى يا جدع اوعى. اديني يا بنت، ده انت ليلة اهلك سودا. زلي زلي. الله يخرب بيتك حور الابويا دلوقتي، شكلك حاسه اعملها خبز حاسه. طب وديني ما انا سايبك. بقول لك ايه، انت فاكر ان العيل هفا؟ ده انا فارس الخواجه ما يتعملش معايا حاجه. ما انت عمال بتبصبص ومش مركز في الطريق. ابصبص ليه يا بنت؟ انت بتتبلي عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت شكلك من بتوع يا توسعي العبايه يا تركبي معايا. طلعي بطاقتك يا بنت، طلعي بطاقتك. ايه انت مين يا خطوه؟ انت اكيد عليك حق. طلعي بطاقتك يا بنت. اي شغل طلعي كده. وبعدين انت مش شايفه يا باشا بتعمل ايه؟ حد يعمل كده في انسه محترمه؟ خبطت العربيه. حضرتك انسه برضه؟ انسه. تعالي كده يا حبيبي. ايه ده ايه ده في ايه يا باشا؟ انت كنت تسبل ولا ايه؟ اعمل حاجه. قلت لك ايه تسبل؟ انت ليه ادب قوي؟ ليه ادب؟ بقول لك يا انت شكلك اطلع بطاقتك. يا بطاقتك يا شكلك تبعها ولا انتوا عاملين عصابه؟ اهدي تقليت عليا مش كده؟ لا اهدي خالص. بطاقتك استاذ بيومي فؤاد. انا اسف انا اسف والله يا فندم، انا بحبك جدا بس النضاره بس يعني لبس لسه ما ظبطش. انا اسف حتى دمك خفيف في الحادثه حبيبي. الحقيقه انا شفت الحادثه من اولها. انت اللي غلطان. ازاي يا باشا؟ ده طريقه يا باشا والله العظيم انا مش عايز. انا باشا شفت الحق، انا ماليش مصلحه. صح واضح يا باشا انك تديك مصلحه كبيره قوي. لا يعني استني بس، انت رايح فين؟ لا بقول لك ايه، جو الفنانين ده مش هياكل معايا يا حبيبي. لا احنا بعد الثوره حاجه ثانيه، الشعب دلوقتي هو اللي مسيطر. انا ماليش دعوه بكل الهري اللي انت بتقوله ده، انا عندي تصوير ومعايا حد مهم جدا في العربيه. بس حسين فهمي اهم، مصطفى فهمي اهم، مي سليم اهم. امال مين؟ ما شاء الله يا بيومي فؤاد عندنا تصوير. الاهم جاب عندنا تصوير يا عم. ما شاء الله الاستاذ احمد السبكي. ايوه. اهدى بس، انا بفكر اجيب الواد دوت يعمل بتاع الفشار شبه حسن رداد موت. همضهولك دلوقتي اخر 250 الف جنيه احيه. يا حبيبي يا ابني. باشا ما تسيبنيش يا باشا، انا واقف عرضك يا باشا والعربيه عليها اقساط. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هات الرخص. رخص ايه يا عم انت؟ هات رخصك. هو حضرتك بوليس؟ اه. طب احلف. الله، امال ابوه جايبها له في العيد؟ ما هو لابس ابيض زي الفل اهو. هات الرخص.
تفضل رخصتين؟ رخص دي رخصة العربية. فين رخصة السواقة بتاعتك؟ فين؟ ثانية ايه ده في ايه؟ استاذ بيومي انا طالب من حضرتك خدمه معلش. امرني رخصتي ضايعه ممكن تكلمني بس الضابط معلش. اه حاضر معلش يعني اكلمهم انا اخدمها خدمه منك. لا لا مضيه مضيه. انت عايز تتحبس انت عايز تتحبس. ربنا يخليك لنا يا رب. الحمد لله حظك حلو هتحل ودي. يا استاذ حسن دي رخصه العربيه في رخصه القياده. معلش يا باشا قبل ما نعمل اي حاجه انا عايز اعمل محضر اثبت فين محفظتي اتسرقت وفيها كل حاجتي. لا سوري انا اسفه محفظتك اللي اتسرقت دي بعد الحادثه. احنا دلوقتي نركز في محضر الحادثه بعدين نشوف بقى المحفظه راحت فين. ينفع الكلام اللي بتقوله ده يا باشا؟ يا عم سيبك من اللي هي بتقوله وركز معايا يا حسن. يا باشا انا مش حسن لا مؤاخذه انا اسمي فارس الخواجه وبشتغل مهندس صيانه في توكيل عربيات شانجانج والعربيه دي بتاعت واحد اسمه الاستاذ حسن كان جايبها عندنا عشان يصلحها له يعني وانا كنت بجربها عشان فيها عيب في الفرامل. ايه شفت قال ايه فيها عيب في الفرامل. سجل دي عندك عشان دي مهمه جدا. دي مالك انت يسجل ولا ما يسجلش؟ مش في ظابط واقف قدامك؟ وانت يا عم حسن هات اي اثبات شخصيه يقول انك فارس مش حسن. يا باشا عامل لك دي عشان تصدقني يعني؟ ما انا بقول لسيادتك ان البطاقه اللي بتثبت ان انا فارس الخواجه مش حسن الكردي جوه المحفظه اللي اتسرقت. طب كلم التوكيل عندك يبعتوا اي حاجه تقول انت مين. اه لقيتها يا باشا. اتفضل يا باشا. ده يا باشا كارت الشغل بتاعي يثبت لسيادتك ان انا فارس الخواجه. اتفضل يا باشا وانتوا يا جماعه لو احتجتوا اي حاجه كلموني محدش يتكسف. لو احتجتوا يا جماعه اي حاجه ما تترددوش اني تايمز فارس الخواجه للناس المحتاجه. وانت يا انسه سالي اتفضلي الكارت بتاعه كلميني وهاتي لي عربيتك التوكيل وانا اصلحها لك. احلف. ايوه كل حاجه ببلاش. طب خلاص انا كده مسامحاه يعني بلاش محضر بقى. لا والله. اه والله. اكتب يا ابني عندك تم الافراج على فارس الخواجه بضمان كارت شغله. ميرسي يا فندم. اوكي احنا نستهبل. انت فاكر ان انا هفرج عنك بكارت الشغل ده؟ ابو ايه على الحجز باشا باسبور ينفع؟ يا عم معاك باسبور من الصبح وساكت هات. هو في البيت بس في واحد صاحبي معاه مفتاح شقتي ممكن بس اكلمه يروح يجيبه ويجي معلش يا باشا ربنا يخليك يا باشا. ايوه شيتوس بقول لك ايه انا عايزك في بجايه. انا عملت حادثه بعربيه حسن الكردي مش وقته دلوقتي. انا في اسم اول مدينه نصر. اطلع البيت عندي بالمفتاح اللي معاك ادخل اوضتي الكوميدينو على اليمين الدرج اللي فوق هتلاقي فيه حته حشيش اوعى تجيبها شيتوس ناخد مؤبد. ها في جنبها علبه افتح العلبه هتلاقي فيها ظرف ازرق كبير في جواه فلوس اوعى تقرب له شيتوس انا عارفك. ها في باسبور بقى هتقولي وتعالى. ايه انت فين تعمل عمره وانت بتصلي اصلا يا شيتوس؟ ماشي ادعي لي يا شيتوس انا في محنه. عسل حاجز فين يا باشا؟ يلا بويا. سجارة هذا تتكلم إنسان؟ زومبي؟ فين اللي اسمه حسن الكردي؟ أنا أخويا. تعال يا أخويا جالك إفراج وسط عليوي أوي. لنا أنت بقى كوبايتين شاي نضربهم مع الماتش. أو النبي أنا عايز معناها نص سكر. بقول لك أنت انت نعم يا اخويا وانا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم في تعليمي عشان في الاخر عامل لك شاي في شقه مسروقه فوق يا حبيبي. كم معلقه سكر؟ معلقه ونص. اتفضلوا. سيد عايز ايه؟ الماتش وحش اللي بالمسلسل. لا بقول لك ايه اللي بالمسلسل يا سيد؟ لا طب هات الريموت. انطر هات الريموت يا سيد بلاش غباوة. انطر يالا هات الريموت. الغباوة دي يا جدعان استهدوا بالله. انسى هات الريموت بدل ما افضل المسدس ده في دماغك. اعملها كده لو راجل. اعملها يا سيد. اعملها وانا اوريك. هتوريه ايه قبل ما تكون مت خلاص؟ ايه ده عظمة السلاح يطول. Ah!
خلاص يا جدعان انا هغير القناه. الو ايوه انا تالي. تالي مين؟ تالي حبيبي اللي خبطنا العربيه وعايز ازوغ من تصليحها. ايه فاكرني مش عارف اجيبك يا حسن؟ يا جدعان انا اسمي فارس الخواجه الله يخرب بيوتكم. بص يا استاذ فارس انت مودي اقرار بخط ايدك انك هتصلح لي العربيه وبعد كده اختفيت فانت لازم تصلحها لي النهارده. يا ست انا مزنوق زنقه ربنا ما يزنقها لي. اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخد عربيتك واصلحها عندي في التوكيل. هو اللي لسه هستناك؟ انا مش عارفه اروح البيت انا قاعده عند واحده صاحبتي لحد ما تظبطها لي. اظبط مين؟ صاحبتك؟ صاحبتي ايه؟ تظبط لي العربيه. يا وليه بقول لك مش عارف اتحرك من اللي انا فيه. يا لهوي بياكلوا بعض بياكلوا بعض. طب انا ممكن اجي لك بالعربيه المكان اللي انت عاوزه. بس ابوس ايدك انجبني. اصل انا هقول لك على حاجه، انا عندي اتنين قرايبي عندهم توحد بعيد عنك وعن السامعين، فيعني ما بقدرش اسيبهم منزل يعيطوا بقى ويزعلوا والدنيا تخرب. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وايه الحل بقى؟ مفيش حل غير انك تجيلي تتحججي باي حجه عشان اقدر انزل معاكي. لا 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 انت فهمتني غلط خالص يا ست. كل ما تفهمنيش غلط. انت عايز اروح بيت راجل غريب؟ انت مش بتقولي انك عندي واحده صاحبتك؟ هاتيها معاكي وانت جاي. ويعني لو ما فيهاش سقاله هات لهم اي حاجه ياكلوها. هات لهم سمك وجمبري، هما بيحبوا السمك والجمبري قوي. هما يعني غلبانين ويتامى وقلتهم. بلاش اقول اكتر من كده. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا عمري ما شفت كده. انا عمري ما شفت كده بصراحه. سبتوا ايه البلطجيه ورجاله العصابات والناس الوحشين ها؟ وبعدين كل العمل اللي عجنتوه ده وفي الاخر التعويره البسيطه دي، انتوا ايه؟ ما بتتعوروش زينا؟ مش بني ادمين؟ جو ارحميني بقى. معلش يا رجاله ثانيه واحده. الو ايوه يا سالي، قلت لك مش هينفع النهارده، انا عندي جماعه اصحابي ومش هينفع نعمل كده قدامهم. بتقولي ايه؟ هتلبسي لي قميص النوم الاحمر؟ يا بنت بس بقى اعصابي بتسيب، ما انت عارفه. الله ايه جايبه ميو بكيني جديد وعايزه تفرجيني عليه؟ يا بنت بس بقى بيت بس انت عارفه انا ما بقدرش عليكي. الله 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 الله. فاكره يا بنت لما جبت لك قميص النوم اللي مرسوم عليك وشعر ابو طارق؟ شطه لهلبني دوبني. انا ثانيه واحده اقول لك يا مؤسسه، ينفع بس تسيبني الشقه كده ساعتين زمن وترد تاني؟ لا تيجي. ما ينفعش نجيبها هنا وسطينا، المنظر مش هيبقى حلو. لا تيجي. خلاص هخليها تجيب معاها واحدة، أنت واحدة وأخوك الوسيم ده واحدة. بس السؤال، أنت فيك نفس تعمل حاجة؟ لا. طب وهنعمل إيه؟ استنوا يا عم طوان، انتوا هتبوظوا الليلة ولا إيه؟ أنا عايزكم تقعدوا ولا تتحركوا ولا تتكلموا وأنا هظبط لكم الاتنين، دول بنات ناس ما ياخدوش على شغل البقر ده. ده انتوا قافلين الباب بالكلبش. طيب خلاص انا اخليهم يمشوا بقى. المفتاح اهو. ماشي. اتفضل 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 اتفضل. دول عظيمه وسيد اللي كلمتك عنه. هما دول؟ عيني. ازيكم يا حبايبي؟ حبايب مين؟ حبايب مين؟ ده انت لو رحت هناك ممكن تتشفتي ما ترجعيش تاني. ايه؟ ده السمك والجمبري؟ تلاتة زي الفل. ثانية واحدة. ازيكم؟ شوية سمك وجمبري خشوا جابوهم جوه عم اظبطلكم الدنيا. ما تتحركش جوه في الصناديق ماشي؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هروح بقى اتحجج لهم بأي حجة عشان أعرف أنزل معاكي، ماشي؟ ماشي. جبت فلوس تصلح العربية؟ نعم. هو انت عايز انا كمان اللي اصلح العربيه؟ بس 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 ايه 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 خلاص ايه ايه ماشي. هدفع انا
العربيه هتتكلف كام؟ يعني 50,000 جنيه. نعم يا اختي. 6,000؟ ايوه كده اظبطي. بس والنبي بسرعه عشان ماما ما يعرفش ان انا خبطت العربيه. خلاص خلاص اهدي اهدي يا بنتي اهدي. خلاص حاضر اهدي. ايه قطر؟ مساء الخير. هاي سامر. انا اسف ما لحقتش ارحب بيكي عشان القطر اللي جنبك ده. فارس الخواجه. هاي مروه. مروه. جميل مروه. ميرسي. تشربي ايه يا مروه؟ شاي ولا حاجه ساقعه؟ لا ولا ده ولا ده ميرسي. طب كويس برضو لان اللي عندي لا شاي ولا حاجه ساقعه. بس عندي بقى لب جايبه من اسوان انما ايه؟ عجب. مش عايزه لب انا، ما تخش تغير وتخلصني. انا وجهت لك كلام؟ لا. طب ممكن تركينا على جنب دلوقتي؟ بيسالني. اسمر ولا ابيض؟ هو ايه؟ اللب. اسمر. ميرسي. ميك سيلف هوم بلاي بلاي توجذر. اوكي. والله كيوت. ايه النظام؟ واعين على الاخر، هيموتوا عليكم انتوا الاثنين. بجد يا حسن؟ استنى ما اوريكم. بقول لك يا سالي نخليها بكره؟ لا النهارده، يعني النهارده مش هينفع. هتموت. بس بقول لكم ايه، هي طالبه 6000 جنيه، 2000 2000 2000، تقدروا ولا نلغي؟ ليه يا عم؟ هي كيمي كارداشني. وهي كيمي كارداشني هتاخد 2000 جنيه برضه عظمه؟ هي 1000 جنيه كل واحده بس. تتحرجوني مع الناس ليه بس؟ بقول لك ايه؟ 6000 كتير، 3 كفايه. لا اقل حاجه 6، ده كفايه مجيتنا يعني. خلاص خلاص موافقين. بس انا هاخد البت اللي على اليمين. انا قايل قبل منه. انت قايل قبل منه بس هي اختارته هو. جراية يا عم انت؟ انت هتحميله ولا ايه؟ يا عم هي قالت لي عايزه الواد الاسمر. مروه عايزه الابيض ولا الاسمر؟ اسمر. ويلا بقى مش هنقعد اليوم كله هنا. شفت؟ بقول لك ايه؟ مش عايزين نعطل الناس على مصالحها. وبعدين يا مؤسسه اسمع كلامي، البيت الثانيه اجمد، انا مجربهم الاثنين. يا راجل ده السرير ده هيطلع بترول النهارده. طب بقول لكم ايه؟ عايزين بقى الخلاصه ولا اسيبكم تطلصوا معاهم؟ لا قول يا حسن. قول يا حسن. ما تتحركوش من هنا وانا طالع بره. مش نفس، مفيش حركه، ها؟ سمك والجمبري. افتكر السمك والجمبري. حركه. بقى راسي. حركش. حركش. وانت فاكرني بقى صدق الكلام الاهبل اللي انت بتقوله ده؟ هو انت فاكرني عبيطه؟ المصحف هو ده اللي حصل. وبعدين انا هكذب عليك ليه يعني؟ ان شاء الله يا رب عبايه تتقلب بيها دلوقتي لو كنت بكذب. بتموت انت ولا تروح في 60 داهيه؟ بليز بليز احترم نفسك لحسن ومصحف. لا لا ما تعمليش كده. انت شكلك مش كده. اديكي طبعا من فوق مصحف. عشانك خلاصك عايز بص قدامك اهو. بص قدامك. انا سكت لك بس عشان خاطر انا اللي خبطت العربيه، عشان خاطر المهلبيه اللي قاعده جنبك دي. خس عليك يا سيده، طلع كيوت قوي. ايه ده انت بتحب المهلبيه؟ جدا. طب بقول لك ايه، العربيه دي ملهاش سقف عشان طلعنا مشوار الصحراوي مع بعضينا. ها؟ فين التوكيل؟ التوكيل ايه ده اللي فتح الساعه 10 بالليل؟ وبعدين انا ما فيش معايا ولا مليم. ايه؟ انت شكلك قاعد عليا عشان تنزل تروح معايا العربيه؟ ايوه عشان بس كنت خاطر ازوق من الجحشين اللي قاعدين فوق دول، احنا هنطلع دلوقتي على البوليس نبلغ ونخلص منهم وفوقنا بقى المهلبيه. ايه؟ للعربيه. بسرعه. استنى ولا تبهت ايدك بس عشان الكعب هعرف. بسرعه كعب ايه؟ يا حكومه! يا حضرة الظابط الحقونا يا حكومة. الحقونا مش هو. يا ابني انت فين؟ يا باشا الحقنا يا باشا، انا في عصابة خطفاني. خطفاك ازاي ما انت واقف تتكلم معايا اهو؟ انت مجنون ولا ايه؟ لا هم فعلا خاطفين وعايزين يموتوه وحياة ربنا. يا باشا انا عايز كبير النقطة دي يا باشا، انا عايز المأمور. هاتوا لي المأمور يا جدعان، انا عايز المأمور يا جدعان، هاتوا لي المأمور. ايه يا ابني الدوشة اللي انت عاملها دي؟ انا واقع في عرضك يا باشا. تنطق يا ابني في ايه؟ يا باشا الموضوع كبير، انا واقع في عرض مصر كلها. ايه يا ابني ما تنطق؟ يا باشا الموضوع كبير يا باشا. في في من فضل حضرتك يا فندم أرجوك، كنت عايز أعمل محضر لواحد بيشتغل معانا ومتغيب اسمه مسعد عبود. ما تقول لي مين عايز يقتلك؟ راسي. ايه ده؟ جاي تفضحينا هنا زي ما فضحتينا قدام الجيران؟ انت جننت يا فارس؟ فارس؟ أنا اسمي حسن. حسن مين فارس ده يعني؟ عشيك عشيك يا ساتر الله يا منحطة. حرام عليك كل سيدي اللي فاتت دي بتعمل كل الحاجات اللي دي. يا باشا مراتي، يا باشا مراتي، يا باشا ومجرجراني وراها حتى جايباني هنا يا باشا مش عارف اعمل ايه ومطلعه عيني اللي خلفوني. يعني انت عامل الحوار ده كله عشان مراتك؟ طبعا يا باشا، وجاي لكم عشان تاخدوا حقي. ليه مين غيركم يا باشا؟ حرام عليك. يلا وجروا قدامي على البيت، يلا على البيت. ربنا يخليكم لينا يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. مشاكل عائليه يا نسا سالي، يا نسا سالي، يا نسا سالي حقك عليا. مش عايزه ولا كلمه لو سمحت.
معلش انا كان لازم اعمل كده، اصلك مش فاهمه ايه اللي حصل جوه في القسم. لا فاهمه كويس قوي، حبيت تعمل نمره جوه عشان تهرب من موضوع العربيه ده، وانا كل مره بصدقك. والله ابدا، اصلا شفت واحد من العصابه اللي كنت بحكي لك عليها جوه في القسم، دول شكلهم ناس طايلين جدا وشكلي مش عارف ابلغ البوليس حتى. طب انا كنت بحكي لك عن واحد اسمه مسعد ايه؟ مش عارف ابو المعبود عبود. مسعد عبود، الراجل اللي جوه بقى كان بيبلغ عن واحد مختفي اسمه ايه؟ ايوه صح، هو قال كده. بس برضو انا مش مشكلتي بقى، حل مشاكلك انت لوحدك. انا والله العظيم والله العظيم لو كان حد ضربني من قلبي ما كنتش سكت. انا ساكته ومستحمله عشان تصلح لي عربيتي وخلاص. ايه ده؟ يعني انت ممكن تعملي اي حاجه بقى عشان خاطر تصلحي العربيه؟ وانت بتعمل كده ليه؟ يعني سكس مليون دولار بيبي. فيري شيبسي. يا ولاد اللذينة وحشتوني، وحشتوني قوي، وحشتوني. الحناوي طبعا مش كده؟ سوق انت ولا سوق انا؟ هتقولي هنا ما كنتش عارف انك بتخاف من الكلاب قوي كده. هبوس ايدك، انت بتعاملني اوسخ ما بتعامل الكلب. انت ايه؟ انت بتغلط في الكلب؟ ايه يا حسن بتغلط في الكلب؟ انت ما تستاهلش اصلا انك تكون كلب. انا بس اللي زي الكلب. انا ايه؟ اقول؟ كلب. ايه؟ حضرتك اللي قلت اقول. قول. كلب. ايوه. كلب. كلب يعني وافي. وانا وافي مع اصحابي. بس مع اصحابي بس. بوليفارد البوليفاردات. انت ليه مش مصدق ان المدام عامله لي مشاكل ومخليني مش عارف اخطط للقتل؟ تقصد سالي؟ اه. سالي هي المدام. يا خرب بيتك يا فريده. يا نهار اسود ومنيل. انا بيتي خرب. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يا خرب بيتك يا فريده، يا خرب بيتك يا فريده، يا نهار اسود، دي فيها خساره يجي 400,000 جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله، الشويه دول ب 400,000 ويمكن اكتر، ده نوع نادر جدا، دي الملكه الوحيده مش هي الفلاني. اعمل ايه؟ انا بيتي اتخرب، اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ في حاجات كتير ممكن نعملها مع بعض. كله منك انت، انت السبب، لو كنت خدتي بالك منها ما كانش ده حصل. انا بقى لا يا فريده، انا نزلت لقيتهم كده، اعمل ايه يعني؟ بس خلاص انا هعوضك يا فريده خلاص. وانت يا سالي بخلي بالك مش كده مار. ابقى ربي بنتك معايا محمود. وانت بتعمل ايه عندك؟ بدور على الملكه. انتوا مش بتقولوا بالشيء الفلاني؟ او مصلحه لو لقيناها. ودي لابسه تاج بقى ولا ايه ظروفها ان شاء الله؟ لابسه بيقول حكم، احنا هنهزر. ناقصك انت كمان، انا ورايا ماده انتخابيه ما ينفعش اتاخر. روح يا سالي، روح صالحي فريده. انت ليه دايما بتيجي عليا انا؟ كفايه بقى، انا زهقت. شفت البنت؟ سالي مش عجباني يا ابو سالي. تتدلع. فريده بتعملها عادي، هي اللي مقفوره واخده الموضوع على صدرها. هو المفروض يبقى على صدر فريده. نعم؟ ما تاخدني معاك الندوه الانتخابيه. بشكلك ده ما ينفعش تتحرك في الشمس، قلت لك. انا ما اقدرش اقعد في البيت وانت مش فيه، انا ما اضمنش نفسي، وفريده جامده قوي بصراحه. انا تعبان قوي يا حمام بيه. يعني ايه؟ وشي تعبان وشي، وبعدين انا ابن بلد وافهم في الاصول كويس، لو سيادتك خرجت انا لازم اخرج معاك، ما اقدرش. وبعد اللي انت قلته ده لازم تطلع معايا قدامي يا اخويا بسرعه. اتفضل اتفضل. الله حي الله حي، ابو حمامه هو الجاي. الله حي الله حي الله حي هو الجاي. ولا بروسني ولا فندام، ده ابو حمامه هو الكسبان. زمن البلطجه خلاص انتهى. احنا دلوقتي اي مواطن فيكو يقدر يقف قدام اي فاسد ويقول له في وشه انت فاسد.
طبعا السنة الزملاء المرشحين مش هيعجبهم كلام ابو حمامة، كان نفس الدكتور المحترم يبقى معانا عشان يشوف حب اهل دايرته لابو حمامة قد ايه. الدكتور المحترم اللي عاوز يشوه صورتي ويشوه اسمي قدام الرأي العام. مش بيحاول يشوه صورتك بس، لا كمان بيشوه صورة مؤيدينك في الانتخابات. ذنب ايه وش يروح بمية النار عشان بس كنت بوزع ورق الدعاية بتاع الأستاذ أبو حمامة؟ ذنب ايه يا رجالة الدكتور مرعي؟ رجالة الدكتور مرعي شوهوا وشي عشان بقى أؤيد هذا الرجل، هذا الهرم الرابع، هذا النجم الساطع، هذا البرج الشاسع. انتهى عصر البلطجة، احنا في عصر الشهامة، احنا في زمن الحمامة. ولا كسري ولا فنداد ابو حمامه هو الكتمان، 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 ولا كسري ولا فنداد ابو حمامه هو الكتمان. الله حي الله حي ابو حمامه هو الجاي، الله حي الله حي الله حي هو الجاي، الله حي الله حي ابو حمامه هو الجاي، الله حي. يا بوليفارد ليه الجو ده بس؟ انا قصرت في حاجه، ده يوم الخميس لسه ما جاش، انا هخلص لك الحوار ده يوم الثلاث. بقول لك يالا، انا يلزمني لا الثلاث ولا خميس، انت ما بتخلص ليه؟ اخلص ازاي بس؟ انا جهزت كل حاجه بس لسه ما لقيتهاش. تستهبل يالا، ما انت مرمي عندهم في الفيلا بقالك اكتر من يومين، ازاي ما لقيتش فريده؟ لقيت فريده طبعا، بس ايه علاقه فريده وابو حمامه بالموضوع بتاعنا؟ ولا استعبط يالا، ما تخلينيش الف لك يا حسن. هي فريده هي سوز ايه؟ سيادتك قصدك ان فريده هي ست سوزي المفروض اقتلها؟ لا طبعا، امال انت كنت هتقتل مين اصلا؟ هي سوزي، هي فريده، هي نفس الست اللي انا كنت متنيل متجوزها، وهي نفس الست اللي واخده مني ورقه ب 150 مليون وفي الاخر راحت تتحمى في محامي معفن اسمه ابو حمامه. انت بقى متلقح عندهم بقالك كام يوم، ازاي بقى ما لقيتهاش؟ ما لقيتهاش. ما تنطى يالا. الفكره اللي ما لقيتهاش يا حناوي بيه، اللي انت ما تعرفوش ان القتل مش سكينه ودم وشرف في ليه، لا القتل فكره. بس سوزي متلقحه قدامي ممكن اقتلها في اي وقت، بس مش لاقي الفكره الحلوه. الفكره وانت بقالك كام يوم قاعد عندهم في البيت عمال بتفكر؟ بخطط يا حناوي بيه، بخطط يا رمزي بيه، بخطط يا سواق بيه، بخطط يا جدعان. وبعدين اللي انت ما تعرفوش يا حناوي بيه، ان كل قاتل فينا ليه ستايله، مش كلنا زي بعض. ليه ستايل ده؟ بقولك يا اقسم بالله العظيم انا جبت اخري معاك، وانت اخرك معايا بكره المغرب. لو ما خلصتش انت عارف مكانك كويس. فاكره؟ فاكره. افتح باب العربيه وانزل. ياه طب مين الجاي لو سمحت؟ انزل يا رب. الو، ايوه ثاني، عايز اقابلك دلوقتي ضروري. تاكسي فاضي يا استاذ سيد؟ فاضي يا استاذ عظيمه؟ اطلع بسرعه. هو يعني ايه فريده طلعت سوزي؟ هي دي شتيمه زي الشمال وكده ولا ايه؟ لا شمال ايه؟ احنا كلنا عارفين هي شمال. فريده طلعت سوزي اللي المفروض اقتلها. ايه؟ هتقتل فريده؟ يا نهار اسود، ده انا طلعت مجرم بقى. بس طلعت مجرم. بس يا عم بس الكوبايه تقعد بسرعه عشان عندها دماغها اتفضل. شكرا. مش هقتل حد، ده الحناوي بيقول انه كان متجوزها قبل ابوكي، وان هي نصابه ونصبت عليه في ملايين كتير قوي. نصابه؟ هي فعلا شكلها سوزي قوي. ليه يا بابا؟ ليه بابا تعمل كده؟ بيئه. انا عايز اروح، ممكن تروحني؟ لا لا انا من ساعه ما عرفتك وانت عمال بتحور عليا وبتشتغلني. لا والله انت بس اقعدي بس. لا لا حاجة. اسمعيني لا بس هقول لك حاجه عشان خاطر. اسمعيني بقول لك حاجه عشان خاطر. اسمعيني بس يا سالي، والله ربنا يعلم انت بقيتي بالنسبه لي ايه، والكلام اللي هقوله لك ده صعب عليا جدا، بس انا عايزك تروحي لابوكي وتطلبي منه انه يسامحني، وانا وعدك ان من اللحظه دي ماليش وجود في حياتكم خالص.
اتفضلي. رمزي قاعد مع سوزي ورا. رمزي مين؟ رمزي اللي شفناه في القسم واحنا رايحين نبلغ. انا مش فاهم ايه اللي جمع رمزي مع سوزي. في حاجه اكيد بتحصل انا مش فاهمها. بتطلع كده ليه؟ هتطير ولا ايه؟ لا بتنك عشان احاول اروح اسمعهم. ها اوعي تبص وراك، اوعي تبص وراك، خليك واقف. العود فين؟ الراجل مستعجل وعايز يخلص. انت بتقول لنا؟ انا اللي عايز اخلص، انا اللي مستعجله يا رمزي. العود معايا، هنقابل الراجل امتى؟ بكره الساعه 10 الصبح في فيلا كينج ماريوت. هيجي وجايب معاه العقود والفلوس وكل حاجه. كان عايز يخلص على 140، بس انا عشان خاطر عيونك الحلوه دي يا سوزي طلعتها ل 160. هتيجي الصبح نمضي ونخلص، تاخدي حقك وانا اخد حقي، وتتكلي على الله تسبقيني. ما تقلقيش من اي حاجه خالص، انا مظبط لك كل حاجه في السفر. طب تفتكر الواد اللي بعته حناوي ده ممكن يعمل لي حاجه قبل بكره؟ في يا سوزي، انا رمزي. الواد اللي عندك ده مش هو حسن اللي المفروض يقتلك؟ ده واد تاني خالص يا سوزي، انا اللي بعته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال ايه اللي جابه البيت؟ كويس انه جاب البيت عندكم عشان يلبخ حناوي ويشغله شويه على ما انا اخلص الديل. يا سوزي في ايه؟ شرب العصير. حقيقي رمزي طلع عارف ان انا مش حسن. طب انا مش فاهمه حاجه، ايه بقى ده؟ ولا انا فاهم حاجه، ولا انا فاهم حاجه، ولا انا فاهم حاجه. ايه ده؟ مش دي البنت سالي بنت ابو حمامه؟ دي لو شافتنا تبقى مصيبه. ما تروحيش على البيت النهارده، روحي باتي في اي حته لحد ما اخلص الديل بتاع البيعه دي. طب افرض راحت قالت له ولا عملت اي حاجه؟ مش هتلحق. امشي انت دلوقتي وانا هتصرف. يلا. بقول لك ايه، تروحي بيتكم دلوقتي وما تتصليش بيا تاني. لا مش هينفع، انت هتيجي دلوقتي وتحكي لبابا كل اللي حصل، هي هتكدبني وهو هيصدقها وهنتخانق تاني. هنتخانق تاني تاني. في ايه؟ في ايه اتعلقتي؟ اسمعي، انت اللي تقولي لباباك على كل حاجه انه مش هيصدقني. انا دلوقتي هطلع الحناوي وانت تمشي بسرعه قبل ما ارجعه. لا بس حضرتك. ما فيش حضرتك، يلا. يا رايح الحناوي. ايه حناوي دي؟ انت جننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش، بس انا مش عايز صغير حناوي. ما تنطق يا حيوان. في ايه؟ هنطق لما رمزي بيه يعرف يوصل لسوزي بسهوله. بعت حسن الكرد ليه يا حبيبي؟ وايه علاقه رمزي بسوزي؟ شفتهم مع بعض يا بوليفارد بوليفاردات. لما انت تعرف توصل لسوزي بالسهوله دي بعت واحد محترف زي ليه. وشفتهم مع بعض فين بقى يا محترف؟ مش مهم فين، المهم ان انا شفتهم. انت ليه بتعمل فيها كده؟ ها؟ ليه؟ للدرجة دي مش فاكر ان انا هقتلها؟ والفلوس اللي انا خدتها دي ايه؟ فلوس حرام؟ ها؟ شغل ده ولا مش شغل؟ بعدين؟ انا اسف، كان قصدي على القصير. معلش يا جماعة، اتعصبت بس يعني غيرة على الشغل مش اكتر. لكن خليه ينفعك، انا منسحب. سلام. ادوه. أؤمرني يا أمر. شفتهم مع بعض فين يا؟ في كافيه. بيعملوا إيه؟ بيشربوا عصير. آه! عملت إيدك طرشة؟ أنا صورتهم لك عشان عارف إنك مش هتصدقني. اتفضل. رمزي ده ولا مش رمزي؟ رمزي. سوزي دي ولا مش سوزي؟ سوزي. عصير ده ولا مش عصير؟ عصير. أقسم بالله لو كنت بتلعب بيا لأخلك بسناني. هلعب بيك ليه؟ ده انا روحي في ايدك. وبعدين ما انا وريتك الصور اهو، دول حتى كانوا بيتكلموا في بيعه ومشتري وهيتقابلوا بكره الساعه 10 الصبح في كينج بيروت. قصدك كينج ماريوت؟ اه كينج ماريوت. انا حتى قلت ايه اللي هيوديهم لبنان. ماشي يا رمزي، بتلعب مع الحناوي؟ خدوا الواد ده احبسوه مع الكلاب. ليه؟ يا عم بدل ما توديني مع الكلاب روح اتشطر على رمزي دراعك اليمين اللي باعك واتفق مع سوزي من وراك. ولو مش مصدقني انا ممكن اروح معاك بكره ورجلي على رجلك، ولو طلعت بكذب ارميني حتى للديابه مش للكلاب. بس لو طلع بقى كلامي صدق هتعمل ايه؟ اقسم بالله لموتهم بايديا. الو
يا سيادة الرئيس، أنا فارس. أنا قلت أكيد يعني سالي حكيت لسيادتك على اللي حصل، فقلت أكلمك عشان أوضح لك كل شيء، لا تفكر إني بهرب من المواجهة ولا حاجة. حكيت لي على إيه؟ ومواجهة إيه؟ الله، هي سالي مش معاك يا ابني؟ هي سالي مش في البيت؟ أنا سايبها من يجي ساعتين. سالي مش موجودة في البيت. أيوة بكلمها على تليفونها مقفول. هي يا ابني مش كانت معاك؟ ما تقولي سالي فين؟ ما تقلقنيش. ما رجعتش البيت إزاي؟ ده أنا سايبها مروحة من المول اللي جنب البيت من يجي ساعتين. الله، يعني بنتي فين؟ انت يا ابني النهار اسود ليكون عملها. مين عمل ايه؟ رمزي، انا هاجي لك افهمك على كل حاجه. يعني انت عاوز تفهمني ان الحناوي مأجر واحد عشان يقتل وهو ما يعرفش شكله؟ ايوه، الراجل الوسيط اللي كان بينهم اختفى مش لاقيينه. اكيد رمزي خطف سالي. ايوه، بعد ما شافت فريده وقبل ما تيجي تحكي لي وتبوظوا اللي هيعملوه تاني يوم. مظبوط. ادي اخره اللي اتجوز واحده من الشارع. هي سالي لقتلي كفريده هقتلك. اطلب الحناوي. ايوه اطلب الحناوي. الو، ايوه حناوي بيه. حناوي بيه؟ حناوي، أنا أبو حمامة حناوي. أهلا 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 يا أبو نسب. ازيك يا أبو حمامة؟ طمني، مراتي عاملة معاك إيه؟ مريحاك ولا لأ؟ أنا مخلص لك ودنها في ثانية. وبفكرني صحيح أقول لك على شوية حاجات هي بتحبها قوي في السرير. طلعوا بنتي بره اللعبة الوسخة اللي بتلعبوها دي يا حناوي. وإلا قسما بالله لو تمس منها شعرة بحاسبكم. بنتك ايه يا ابو حمامه؟ وانا هعمل ايه اصلا ببنتك؟ رمزي خطب بنتي، مش ده برضو من رجالتك؟ لا، رمزي خلاص ما بقاش من رجالتي. وبعدين تعالى هنا، رمزي هيخطب بنتك يا امبيه. قول له يا ابو ليفارد، دلوقتي رمزي وفريده شافوني انا وسالي واحنا في الكافيه، فرمزي قام خاطب سالي عشان ما تروحش لابوها وتحكي له على اللي سمعته وتبوظوا من الخطه بتاعتهم. حناوي، انت بتلعب لعبه انت مش قدها. وجينا احنا وبنتي لو ما رجعت لدخلت. قلت اضرب عصفورين بحجر، اخدت عربيه حسن عشان اثبت قدامك يا حناوي ان انا حسن، وخبطت سالي عشان اقدر ادخل بيتك يا ابو حمامه، وتعمدت اكبر الموضوع واضيع كل الورق ما عدا رخصه العربيه عشان اروح القسم. وطبعا يا حناوي، اول ما رمزي قال لك انه لقى حسن قلت له خرجه وجيبه عندك على طول. نيجي بقى، انا بعمل كل ده ليه؟ فاكر يا ابو حمامه الحكايه الوسخه اللي حكيتها لي اللي بينك وبين حناوي وسوزي؟ فاكره يا سوزي هانم الواد الغلبان اللي كان بيحبك اللي سبتيه عشان توصلي للاكبر منه؟ جلال؟ ايوه جلال، أخويا. أنت أخو جلال؟ واللي أنت يا محمود بيه خرجته زي الشعرة من العجين. كان لازم ألاعبكم بنفسي وأسخدكم، واللي سلمكم ليا نفس الشخص اللي سلمته للسجن، رمزي. هو اللي ظبط مع سوزي حوار المشتري ده وكلمني وقال لي إن هو هيقابل سوزي في الكافيه عشان أروح أصورهم وأجيب لك الصور يا حناوي. وهو اللي خطف سالي يا أبو حمام. بس سالي ملهاش ذنب، عاوز تاخد حقك خده مني انا. ما تخافش، سالي بنتك في الحفظ والصون، هي حتى ما تعرفش ان هي مخطوفه. هي قالت لو عايزه اقتلكوا كنت عملت كده من بدري بدل اللفه دي كلها. موضوع معقد شويه معلش، بس ممكن يمشي كويس قوي لو كل واحد مشي على السيناريو اللي مكتوب. للاسف يا ابو حمامه بيه، الخطة بتاعتي هتتغير شوية عشان سالي. مش هقدر أشوفها زعلانة عشان أنت مت. أبو حمامة بيه دخل بيته لقى صاحبه بيخونه مع مراته، الدم غلي في عروقه، قام ضاربهم بالنار وكلم البوليس. جات له صدمة عصبية وفضل قاعد جنب الجثتين لغاية لما البوليس جه. بس ما تخافش يا متر، مسدسك اللي مع رمزي مرخص، يعني هتاخد براءة أو حكم مع إيقاف التنفيذ. بس فضيحة بقى إيه؟ يا
كفيلة تقعدك في بيتكم بقية عمرك. بس للأسف يا جماعة أنا مش هقدر أحضر المشهد الجميل ده، لازم ألحق سالي قبل ما تفوق. اكتبي اسم المشتري رمزي صالح. القمر فتح عيني وماما فرحانه بتقول له هي هي هي. انت مين؟ انا ماجي. ماجي مين؟ ماجي اللي بروح وباجي. انت بتعملي كده ليه؟ معلش يعني هو انا اوفر شويه، لان انا اصلا مش شغاله في القسم ده، انا شغاله في قسم الاطفال حديث الولاده والمبتسرين، بس كل زمايلي بقى اللي في القسم بتاعي غايبين، فهم جابوني هنا النهارده وانا فرحت جدا لاني اخيرا هلاقي حد اخد ودي معايا. كل الاطفال بيفضلوا باصين لي كده. ايوه انا جيت ليه هنا؟ انا جيت ليه؟ انت وقعتي وبعدين راح هم شالوكي وجابوكي هنا لما اغمى عليكي، وبعدين طلع ما عندكيش حاجه غير هي بس يا دوبك قمت السكر. سكر؟ ايوه يعني شوجر. هو انا بذلك معناها ايه؟ لا انا ما عنديش سكر. لا عندك. انا كل اللي فاكره انا كنت في عربية؟ كنت في باركينج. ايوه كنت في الباركينج وقعتي ودوختينا، وبعدين هم راحوا شالوكي وجابوك هنا وقالوا لنا ان احنا نكشف عليك عشان نطمن، فاحنا قسنا لك الضغط وقسنا لك النبض وقسنا لك كل حاجه، طلع ما عندكيش حاجه غير ما بقول لك كده بس هو مش شويه السكر. هو العصير ده بتاعي؟ هو كان بتاعي بس يعني ما تبصليش كده، هو لسه هو فيه، ما تقلقيش اشربيه في ايه. لا طب خلاص مش مشكله، انا عايزه بس الموبايل بتاعي. انت هتسرقينا؟ معكيش موبايل، انت جيتي معكيش حاجه غير بس هو مفتاح العربيه. والورد ده في حد جابه لك وساب لك الظرف ده كمان. خدي انا هسيبك تقريه عشان خاطر الخصوصيه وكده، بس وانت بتقريه ركزي في اخر سطر، هتلاقيه وهو بيقول لك انا حكيت لباباكي. ده فعلا راجل محترم، الراجل اللي يدخل الباب من بيته هيبقى راجل محترم. يلا باي باي بقى. ها الحمد لله على سلامتك، ما كنتش اعرف ان عندك السكر. انا جبتك على المستشفى وسبتك وكلمت باباكي وحكيت له على كل حاجه، وهو بقى يتصرف. اشوف وشك بخير. ده انت ليلة اهلك زفت. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ولو خبطتك وجرالك حاجه دلوقتي هيقولوا كان زمانها تطلع دكتور. فارس؟ فارس مين يا بنت؟ انا اسمي حماد حموده. انت كنت فين كل ده وانا جيت جنبك؟ انت بتتبلي عليا ولا ايه؟ سكوزي 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 كسيتك يا باي كما باتش جارو. يا باشا بتتبلي عليا يا باشا كده انت بيارو لولو سيتا براند او ما بال في ملكو. انا ممكن الله حضرتك بتتكلم عربي؟ انا غاوي بس يا باشا دلوقتي يا باشا انا واقف في الشارع وبتتبلي عليا يا باشا ان انا كنت هخبطها بالعربيه. انت بتتبلي عليا؟ بتتبلي عليا؟ خليها تتبلي القمر. اي لاف يو يا باشا. يا باشا البوس ممنوع في الشارع يا باشا. الله هتتبلي عليا انا؟ اسيبكم بقى تتبلوا مع بعض. حسن يا باشا والله حسن. يا باشا سؤال بس بسيط، يعني انا حاسس اني شفت سعادتك قبل كده بس فين؟ انا مش فاكر بالظبط. سمير غانم. ايه بقى سلم لنا على دنيا. اصل بحبها قوي وبحبه قوي وبحب العيله كلها دمها خفيف. انت لسه واقفه يا بنت والمصحف الشريف لما مشيت من قدامي دلوقتي لاكون خانفك. يلا يا باشا، يلا يا باشا، مولد الفضة يا باشا، مولد الفضة يا باشا والسيرك اتبسط. يلا بتلم الناس عليا يا حمصاني. طب انت افتكرتني اهو. لا اقدر انسى الشغل العالي البرتغالي ده. امال كنت فين كل ده؟ لا ده موضوع كبير قوي، تعالى احكي لك عليه بقى. بالعربيه الجديده اللي جبتها بفلوس الحناوي الله يرحمه. ماشي. جت ساعه الحج ففروا الى وجه الله، لا اله الا الله، ان الله رحيم بالعباد الصابرين. بعد عمليه استشهاد النائب العام تواصلنا مع اجهزه وجهات خارج مصر
وقدرنا نعرف ان العمليه تمت تحت قياده ارهابي دولي اسمه مروان محمد عدنان الناجي. اما انتم يا طواغيت مصر ويا اعداء الله، ابشروا، اعدكم وعدا صادقا صدوقا لا رجعت فيه، اننا سنقلب ليلكم نهارا، وسنسبي نساءكم ونحرق الديار، وسنجري دماءكم في النيل انهارا. الاسلوب اللي تمت بيه العمليه يا فندم، المواد المستخدمه في العمليه كلها جديده علينا خالص. كمان لو ركزنا في الفيديو ده هنلاقي ان كفه الشمال فيه صباع مبتور، وطول الشخص نفسه وبصمه عينيه هي نفس المواصفات اللي عندنا عن مروان. بالسلاح جيناكم وبالمفخخات حتى نرفع رايه النصر فوق رؤوسكم. احنا يا فندم عرفنا ان مروان اتولد ودرس في بلجيكا، وبعد كده سافر على افغانستان، وهناك انضم لاكثر من جماعه تكفيريه وارهابيه حوالين العالم، منها المجموعه اللي نفذت تفجيرات مترو لندن سنه 2005. هو دلوقتي انفصل واشتغل لوحده بحسابه الشخصي، وده خلاها اكتر خطوره واصعب في التعاقد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طلعت لي الجهاز من فوق ابراهيم. الله الله والله زمان ابو العز، زمان الداخليه مقلوبه دلوقتي. هما لسه شافوا حاجه؟ كفايه كرتون بقى، خنقتني. انا داخل استحمى ونازل بعد 10 دقايق، لو ما خلصتش اكلك هسيبك لوحدك زي الكلب. انت حر بقى. معقوله ما خلصتش لحد دلوقتي؟ ايه يا ليو، انا عندي شغل، مش فاضي اللعب العيال ده. ما اكلتش ليه لحد دلوقتي؟ ما اكلتش ليه؟ ما هو ماله الاكل اهو اهو، ماله ماله. لا ما اقول لك ايه، مش عايز مح، مش هتكبر كده، تعبط بقى. اتفضل. لما انت مش ناوي تتنيل تتجوز، ساحل نوها معاك ليه في الليله بتاعتك دي؟ انت فاكر نوها بتعمل ده عشاني؟ نوها قلقانه عليك مني، خايفه. بعدين هو انا حمار عشان اتجوز تاني؟ الجواز ده للناس اللي زيك. زي ازاي يا وسخ؟ خلاص يا عم، ما تاخدهاش على صدرك قوي. الناس المحترمين اللي زيك اللي هو هتعيش حاضر، الواد بيسهل حاضر، تفضل بقى تقول حاضر حاضر لحد لما تبقى مطاطي شبهك كده. مطاطي ايه يا واط؟ يا واط؟ يا ده انت البنت اتجوزتك شهرين. ثلاثة سابت لك البلد وطفشت يا اخويا. عارف لو الكلب بتاعك ده نطق ينطق بس، كان زمانه سبلك من زمان. يا لو في حد في البلد يستحملك ولا يعرفك غيري؟ ماشي يا عم ماشي. حضرنا محمد بيه، معلش. يا حبيب قلبي. ايه رايك في الجواز؟ جواز؟ انت اخترعت. بس يا عم انت راجل، هو انا اتحبس بسببك اهو. ليه كنتوا الاثنين فاشلين زي بعض؟ سلام يا اخويا منك ليك. مع السلامة. بقول لك ايه؟ ما تنساش البطيخة وانت مروح. فكرة برضه. لا قول حاضر. حاضر يا اخويا حاضر. ايه العيال دي يا محمد بيه؟ عالم تلنكات والله يا بيه. صباح الفل، انت بايت ولا ايه يا عم؟ ربنا معاك، عايز حاجه؟ سيف باشا، الواد ده يا باشا انت سمعت عنه حاجه ولا مذاكره كويس؟ ماله اخلص. اصل يا باشا شفت له فيديوهات، والواد بصراحه ايده طرش قوي، بس نفسه قصير يا باشا، فممكن سيادتك تستنى لما نفسه يقطع وتروح جاي لبه على طول. وانا لسه هستنى لما نفسه يقطع، اتفرج اعمل لك فيه ايه. اركب.
يا ماما انا مش مصدقاكي. انت زي ما قلتليش ان هو جاي كده اقعد افتكر ان انا بتلزق فيه وباجي وراه. عشان لو قلتلك ما كنتش هتيجي، وانتوا كده كده كنتوا هتتقابلوا يا سلمى، يعني مش مشكله. ماشي، بس انا بقولك اهو لو اتريق عليا مره كمان والله ما هسيبه، هديله على دماغه. اهو كده بقى ما هيصدق. هنفضيله خالص يا سلمى، هيزهق وهيسيبك في حالك. طب هاتي الملح. فين بارك يا نو؟ اهو فوق على الشمال. يا عيني يا سلمى، انا مش عارفه ازاي تبقى صاحبتك ويجي لها قلب اصلا تفكر تجوزك واحد زي سيف ده. يا بنتي ده مختله عقليا اهو، شفتي؟ طب والله لاقين على بعض. يعني انا مختله عقليا؟ لا مش قصدي، بس يا سلمى انت عشان مش عارفاه كويس. هو بيهزر كتير وساعات هزاره بيبقى تقيل شويه، بس والله قلبه ابيض وبيحبش يزعل حد. يعني بعد كل اللي هو عمله ده وبرده بيحبش يزعل حد؟ هو عمل ايه؟ صاحبتك اللذيذه قررت يوم من الايام تظبطنا مع بعض. قلت معايا ابتديت اتكلم معاك، كنت فاكره ان هو بني ادم بجد في حياتي وشغلي كل الكلام ده. مسكني تريقه من فوق لتحت عن ان انا لايف كوتش، وقال ايه بتمرني في نادي ايه وفاكره نفسك حسن شحاته؟ طب ما تيجي تمرني لي ليو حاجه، يعني في قمه السخافه. عادي يعني، هو ده سيف. وايه كمان راح واخد بقى كل كلامه ده كمان في سكه اباحه، قفلني منه بشكل. بصي بصي بذمتك ده منظر واحد لاقي عليا. تعال يلا روح كل، يلا جو. ايه يا ابني انت وهو المجله دي؟ بس عيب قوي اللي انت عملته. تخرج يا راجل بالطريقه دي؟ هانت عليك العشره. ده انا بصراحه يعني مش عايز اتكلم لانه في بيتي، بس لا لا عيب بصراحه. اتغير يا عمرو، عيب اتغير والله. ساعه لما راح الجهاز هو متغير. بدك تستلمني يا اخويا انت وهو؟ هو اللي سبتكم وخرجت؟ وانا سبتكم وخرجت في الشارع يعني؟ خرجت من جروب ابيح مليان صور نسواني عريانه و... كلاب اوضاع غريبه يعني، حاجه في دائره الادب. واد ادهم كبر وبقى غلس، كل شويه يمسك الموبايل واد يقول لي ايه ده ومش ايه ده. ادهم برضه انت بتخاف من سماح؟ وايه دخل سماح يعني؟ مش عارف دائره ادبكم وسفرتكم يعني؟ لا انت بتخاف من سماح. طب انا بخاف من سماح. ايوه ليه بقى بتخاف من سماح؟ بقول لك ايه، ما تعصبنيش بدل ما اخش الله. ما يلا يا محمد. ايوه يا ماما نخش اكل. كل يا قلب ماما. سبع. طب احنا ايه؟ يلا يلا بدنا نخلص الاكل يلا. استنى بس قبل ما انسى، الاخير كمان كلمني عايز يودينا غرفه عمليات القطع، وانا قلت له لا. قلت له لا؟ قلت له لا ليه؟ الله انت بتقرر لي يا سيف. مش عايز تروح انت يا اخي ما تروحش، اروح انا. تروح انت تعمل ايه؟ تقعد على مكتب؟ ما كنت اشتغلت مع حماك احسن، واديك شايف العز. تقعد تقرر انت كمان. نحمي كبرنا بقى كفايه كده. الواد كبر عايز اربيه. بس شويه ايه؟ الله الله الله، ايه الحلويات دي؟ تسلم ايدك. انت ما قابلت سلمى قبل كده؟ لا والله اول مره. يا راجل انت ما تعرفش بتشتغل ايه؟ صاحبة مول انتيم تبقى دكتور الاسنان زيها يعني؟ لا ده انت ظابط مباحث عقد، ما بتهزرش. لا سلمى بتشتغل لايف كوتش. لايف جاكيت بتشتغلي ازاي؟ ايه لايف جاكيت؟ جاكيت ايه؟ انت رايح المسطحات؟ انت كده بتهزر. والله ابدا انا بفهمه. لا هو مش بيهزر، هو فعلا مش فاهم. والله يعني اسكت يا عم، انا مش يعني مش قصدي والله. بس لايف ايه ده؟ لايف كوتش هو شخص انت بتروح عشان تتكلم معاه على حياتك وطموحاتك ومشاكلك، زي الدكتور النفساني بس في اختلافات شويه. احنا بنساعد الناس ان هي تتعرف على نفسها اكتر، تطلع بره الكومفورت زون بتاعها، تواجه اي صعوبات في حياتها، خصوصا في الاوضاع اللي احنا بنواجهها الايام دي. فهمت طبعا. ها اوضاع يعني زي هبه قطب كده. هو انت مش قلت لي ان عندك مشاكل في النوم؟ الا بقى النوم ده انا ما بنامش خالص. على رايك والله. انت تعرف عشان اعرف انام لازم اخد حبايه قد كده. طبعا ما هو الجواز كده بيعمل فكره. طبعا طبعا. انا غلاسه بقى على فكره، كل الناس بقت محتاجه لايف كوتش اليومين دول، اولهم انت يا سيف. انا لا، سيف مش محتاج لايف كوتش، سيف محتاج جلسه كهرباء. طب اقول عليكي، وانا عندي واوا في عينيا كده تكهربيني. تسلم ايه ده اللي ضربك؟ لا ما ده مش ضرب، ده تحرش. بس بقى اتلم. الله ما هي اللي يلا بسرعه. يلا رجال الحكومه تعمل رجال، يلا يلا الحكومه تعمل رجال. دي انا مستني في نقطه الانزال. بالتوفيق يا فندم.
اللي فوق ينزل بسرعة. خالد وزع السلاح على الرجال. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فلتعلموا أيها الإخوة أن قتلنا حرام وقتلهم حلال، ولتعلموا أنكم على حق وأنهم على باطل. واليوم يوم الفصل، واليوم يوم الحق. الشهادة على النصر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فوق يا رجالة، اسمعوا انتوا. إبراهيم لم كل حاجة في الخزنة وديها على ورق. ماشي بسرعة إبراهيم، كل حاجة. تمام في ضوء الحالة. المأموريات تتحرك. عربية خارجة واحتمال تكون مفخخة يا فندم. حرب جي حرب جي، تعامل مع العربية فورا. تعامل تعامل. تمام يا فندم، تم اسكات النيران. خد مجموعتين وطهر الاتوبيس والمبنى. تمام. ثم على الفهد. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أهل بيتي الأعزاء، أوصيكم بتقوى الله وألا تحزنوا على غيابي، فاليوم أكون قد أتممت رسالتي في خدمة الله وخدمة الوطن. هيحتاج يلزم السرير الفترة اللي جاية لحد ما عظم أصبة الرجل يلم، بعديها هنبتدي مرحلة العلاج الطبيعي علشان يقدر يرجع يمشي على رجله تاني. طب وده هياخد وقت قد إيه يا دكتور؟ 9 شهور سنة حسب استجابته للعلاج. الحمد لله على السلامة يا بدر. سيب باشا يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضل. الحمد لله على السلامة. اتفضل يا باشا. الحمد لله على السلامة. اتفضل يا باشا. اخبار رجلك ايه يا باشا؟ الحمد لله كله تمام، طمني عليك. انا في خير يا باشا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يا ابني يلا يا ابني، هتتجوز امتى؟ عايز احضر فرحك. راحتنا بقى يا باشا، انا اجازه على طول اهو. على خير يا رب. عايز حاجه حبيبي يا باشا؟ الله يخليك يا رب يا باشا، يا باشتنا. ربنا يخليك يا باشتنا يا رب. يلا الله يبارك لك يا رب. يلا عايز حاجه؟ والله زيارتك دي بالدنيا كلها يا باشا. والله انا النهارده شفيت يا باشا من ايدك دي والله. ولا بدر ايه يا باشا؟ في حاجه مخرك عن الجواز غير قعده المستشفى؟ لا انا تمام يا باشا، انا زي الفل. يعني العفشه تمام، وجهات تمام، عمود الكردان؟ لا زي الفل يا باشا، هشرفك ان شاء الله. انا عارف. سلام عليكم. مع السلامه يا باشا، نورتنا والله. ايوه سيف، سيف دلوقتي احنا كلامك بعدين. رايح فين يا سيف؟ انت عامل 3 معادات في البيت، مش هينفع تمشي. جبت مروان. مروان ايه دلوقتي؟ يا ابني خش اوضتك يا ابني، بتاع بلاش جنان. وصلني ولا اركب تاكسي؟ تأمرني بأي خدمة تانية يا باشا؟ Thank you.
التدريبات بتاعتك ولا انت بتعمل ايه؟ ده مش موضوعي. ما تعفاش على نفسك يا سيف، ما تنساش انك عامل 3 عمليات في رجلك. اهدى شويه، روح استلم شغلك في غرفه العمليات. يا فندم اروح غرفه العمليات اعمل ايه؟ تكون حالتك تحسن شويه وتخلص تاهيل وبعد كده نبقى نتكلم. يا فندم انا لو قعدت على مكتب هموت. انت مستعجل ليه؟ الحركه فاضلها 2 شهر، اصبر. ما هو سعادتك سيبني بقى الشهرين دول انزل مأموريات مع زمايلي. اسمع يا سيف، انا ما بعتبرش نفسي رئيسك في الشغل وبس، انا بعتبر نفسي اخوك الكبير وفاهمك. انت عايز تنزل عمليات عشان تجيب طرامر، كلنا عايزين نجيب طرامر وهنجيبه، لكن اسمح لك انك تنزل عمليات بحالتك دي؟ مالها حالتي يا فندم، انا زي الفل والله. لو نزلت كده هترجع لي ميت وانا مش هسمح بيه ابدا. اسمع، عشان نقفل الحوار ده خالص، عندك حل من 2: يا تنزل تستلم شغلك في غرفه العمليات ومن بكره لو حبيت ما عنديش مشكله، او تمد اجازتك برضو ما عنديش مشكله. اي حاجه من اللي انا قلتها دلوقتي مش عايز اسمع فيها مناقشه تاني خالص. دي تمام ماموريه. طب ما عنده حق يا سيف، ما تنزل الغرفة، مش ده شغل وده شغل. والله انت عايز تقعد طول حياتك تتلطط وتضرب نار؟ احنا بنكبر يا سيف. يا صابر، انا لو ما رجعت شغلي هتجنن، انا عارف نفسي. ما تشتغل عليك، مش كده. انت لسه عندك شوية طاقة وفراغ من قعدة البيت. ما تروح النادي فرقع لك كام طلقة ولا لف التراك ولا صاحب بتاع بتاعتك اللي تضرب فيها ايد ورجل دي فرقع لك 2 3 منهم يعني. مفيش شغلك في أي حاجة. يا صابر الهبل اللي أنت بتقوله ده. طلق ايه وتراك ايه؟ انا مش هرتاح غير لما اجيب الواد مروان ده. يا سيف، هو انت متخيل انك تنزل شغلك خلاص هتبقى نازل مروان بس يعني؟ انت يا ابني ممكن تنزل تامين المطار ولا حملات مخدرات ولا هتقول لا مش نازل، انا تخصص مروان. لا ما انا فاهم الكلام ده كويس، عشان كده جيت لك. انا عايز اشتغل معاك. تشتغل معايا؟ ازاي يعني؟ تعمل ايه؟ افهم بس دلوقتي، انت بتنزل تعس وتلم معلومات عن الواد ده زي ما انت، ما تغيرش اي حاجه. كل اللي انا بطلبه منك انك لو وصلك اي معلومه قولها لي، وانا هنزل هجيب امه. هتنزل لوحدك ولا هتسمح لي اجي معاك؟ وهل المعلومه اللي هوصل لها ممكن ابلغها الاداره ولا دي حاجه تضايقك؟ جرى يا صابر، انا من ساعه لما دخلت بيتك وانت عمال تنمرني، مالك في ايه؟ صاحبك ميت بقاله 6 شهور وانت قاعد على مكتبك ما بتعملوش حاجه. انا جاي اقول لاساعدك عشان يجيب حق عمرو. عيب يا سيف، عيب. حق عمرو مش هيجي كده. جاي تتفق معايا ننزل مباراة داخلية وتقول لي هجيب حق عمرو؟ بقت خناقة في حارة كده مش أمن دولة. ما تصحى يا سيف، أنا قاعد في مكتبي بقالي 6 شهور ولا بروح ولا بنام ولا بشوف عيالي عشان أجيب ولد الكلب دول. ما تجيش بقى تحاسبني عشان أنت ما كنتش عايز في حقك. هنا على أبو اللي اتكلم معاك يا أخي. هتموت أنت بقى. الله، أنا بكلمك عن صاحبك اللي مات وأنت بتكلمني عن الداخلية ومن ورا داخلية. بتفوق بقى. طب ايه ده؟ مش حاجة. لو كان حد فينا اللي مات كان عامل عمل زيك كده. انت فاهم يعني ايه صاحبك ياخد طلقة في رقبته وينزف بين ايديك وما تعرفش تعمل له حاجة؟
خلاص يا سيف. حاضر. هعمل لك انت عاوزه. والله حاضر تمام. بس اديني يعني يومين ثلاثة كده اظبطها لك. الموضوع مش سهل انت عارف. صابر أنا تعبان. طب استنى استنى هخش غير وانزل معاك اوصلك. استنى. خليك مستريح. السلام عليكم. افتح الباب يا ابني. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رجال قدر حاجه. الحمد لله على السلامه يا ام العز. الله يسلمك. انت اخر مره تشتغلي معانا على فكره. خلاص انت المفروض تقعدي في البيت وترتاحي. ليه بس كده يا ابو العز؟ هو يعني حد هيشك فيا بطني دي ولا انت بقى مستخسر فيا الثواب؟ لا بس انا خايف عليكي بصراحه. خايف عليا ولا خايف على ابنك اللي في بطني؟ ملاحظ كله تمام. بارك الله في الحامل والمحمول. البركة. يلا الله يبارك. طالب يوم الشرع من بره بسرعه. جيبي جواز السفر والفلوس والملفات وانزلي بسرعه. بسرعه 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 بسرعه. ليه؟ انت نزلتي ولا لسه؟ لا يا قلب انا مش شروق. انا اللي هولع في امك في الارض قبل ما تولع في نار جهنم. مراتي حامل لو حصل لها حاجه ورب العز لاكل قلبك حي. وجرى لها حاجه ليه؟ ده انا حتى الداخليه بعتني عشان اطمن على النونه. يا سيدي احنا ممكن نولدها لك في مستشفى الشرطه لو حابب. انا عايزك انت. مستعد اجيلك. اديني ضمان انك هتسيبها لو كنت راجل من ظهر ابوك. ضمان ايه بروحك؟ انت بتكلم خدمه العملاء؟ اخلص بدل ما ولدها لك دلوقتي. والله والله واللي رفع السماء وبسط الارض. لو مسيت شعره من شعر غلال عن سلسة في أبوه ورب فيه مصر يخلص.
سيف، ايه اللي حصل ده؟ البنت فجرت نفسها. فجرت نفسها ازاي؟ دخلت عليها ولسه بكلمها. انت اللي دخلك عليها؟ مش ده اللي كان قالك لقيناها هناك؟ انا سمعت ان الواد عرف فقلت اجي امنها. انت مالك الواد هنا؟ ما هيمشي. ما هي دي اللي كان هتجيبه يا طارق. انا اللي كنت هجيبه. محدش هجيبه غيري. يا طارق كلمته في التليفون وكان راجع. انا مش قايل لك اقف مكانك؟ راقب مكانك. انا راقب من مكاني ازاي؟ هي البنت دي اللي كانت هتجيبه وانا سامعه. انت مالك؟ انا مش قايلك لازم اجيبه. انت هتعمل مش بساعدك. انت كده ما بتساعدنيش. انا بتساعد نفسي. لو بساعد نفسي كنت جريت وراها. هو اللي كان جابني هنا. ارتحت كده؟ ضعت الشغل الوحيد اللي معانا؟ ضعت القضايا وضعتها يا عمرو؟ مش هقدر ادعي لك تاني. انت رايح لكش دعوه القضيه دي خالص. صوش بيا ولا تكلمني ولا هبلغ الوزاره ان انت من دلوقتي بره القضيه دي خالص. وروح اتعالج بقى. روح لدكتور نفساني ولا مصحه نفسيه اتعالج فيها. الجدع ده انت جبته من هنا على هو ده اللي على مسؤوليتك؟ يا محيي بيه لو سمحت اهدى سيبني اشرح لك اللي حصل. مش عايز اسمع حاجه. يا فندم مروان حاسس ان هو متراقب هرب. ما لقيناش حد تاني غير ان احنا نكبس على مراته. ما تتوقعوش ابدا انها تفجر نفسها. انتوا لو طلبه في الكليه في سنه اولى مش هتعملوا كده. اتفضل يا استاذ سلم القضيه لاحمد عاشور. قضيه دي كبيره عليك. ينفع بس المساله محتاجه وقت وتنسيق. فاضلين قد ايه على بال ما نوصل بره؟ تقريبا 10 دقايق من ناصر لساعه زغلول محطات نفقيه، بعد كده كلها محطات صحيه. يبقى لازم نوقف القطر في النفق عشان نقدر نحصل. بسرعه حركه قوات اطرف بيه حط ساعه زغلول. عندي وصلوا الكهرباء من التهجم. ذنبهم في رقبة الجماعة بتوعك. هم عايزين كده. دلوقتي مضطر ان افجرهم كلهم. 4 دقايق كلنا هنموت. ادي المفتاح. الناس دي مالهاش ذنب. خليني اكلمهم وانا ارجع لك الكهرباء وامشي لك القطر. المهم الناس دي ما تموتش. خليني اكلمهم وانا هربهم. فكيني. خليني اشوف. قوم اشوف. يلا قوم. يلا شغل التليفون. يا سيسي بي، يا سيسي بي معاك قطر 165. ايوه يا ابراهيم. انا الرئيس سيف الضبط. انا سيف اصابر. اصابر في قنبله على القطر هتنفجر بعد 4 دقايق. خليهم يمشوا القطر. رجعوا الكهرباء يا صابر. ده كلام فاضي يا صابر. ده ارهابي كده كده هيفجر القطر. يا فندم انا شايف ان احنا لازم نبلغ سياده الوزير. مفيش وقت معاك يا فندم. لو في احتماليه ان احنا ننقذ بني ادم واحد على راي ان نحرك القطر. ارواح الناس اهم يا صابر. اسمع كلامي. رجعوا الكهرباء. مشوا القطر. مشوا القطر. حرك القطر يا ابني. القرار ده انا مسؤوليتي يا فندم. حرك القطر. ماشي القطر. يلا اتحرك بسرعه. حاضر حاضر.
صابر يا صابر، حد يرد عليا. ايوه يا سيف انا معاك. القنبله هتنفجر في اقل من دقيقه. قصر الكابينه ازاي؟ القطر ما بيوصلش وهو ماشي، بيفصل يدوي. هتفتح الباب اللي ورا اللي بين الكابينتين، هتلاقي قد تحت هتشدها لفوق هيفتح معاك. انا وانت دخلت النار ولا ايه؟ هو انت ايه اللي عمل في وشك كده؟ مروان ولا القطر داس عليك؟ انت السبب على فكره. ما بتردش عليا في التليفون ليه يا صابر؟ خاصمني؟ على فكره احنا مش مكتوب كتابنا، ده شغل. ما كنتش فاضي لك الحقيقه، كنت بستلم عربيه سماح اهم منك 100 مره. دي سماح اللي مروقاك. صغيرة أوي على اللي بتعمله فيك. والله عندك حق، سبحان الله. آه، هو أنا وشي متعور؟ متعور؟ لا، هي شوية خرابيش. إن شاء الله على ما متعلق بيه ويكون مش شكلها. الحمد لله على السلامة. إيه يا صابر؟ مفيش كده خالص. مش لاقي حتة سليمة معلش. صابر بيكلمك. رد عليك. مش كفايه عسل كده؟ الو، هو انت ايه؟ رئيس مبيعات شهر العسل؟ ايه ده؟ ازيك يا عروس؟ حق عليا بطمن عليك واشوفك عايزين حاجه. فين البطل امال؟ اهو معاك. ثانيه واحده. ايه يا حبيبي، صباح الفل. صباح الجمال. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه بتعملوا ايه؟ مفيش، قاعدين على البول شويه. طيب انا قلت اطمن عليكم. ايه ده؟ امتى ده حصل؟ ايه اللي حصل؟ لا طب انا هلبس واجيلك على طول دلوقتي. بيتك وبيت اختك. لا طبعا، الماموريه اهم، دي مصر. يا تبطل غلاسه. لا شهر عسل ايه، بقول لك دي مصر. امشي امشي غور غور. لا لا، سلمى مش هتقول حاجه، بالعكس سلمى بتحب مصر جدا. ممكن اقول حاجه بس؟ بقول لك وطنيه، دي وطنيه جدا. بس هقول بس بتعملي ايه؟ انا بنقعد بنهزر كده؟ لا لا لا، ما كانش. امال الدراما ده ايه؟ لا 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 ل